حياكم الله ورحب بكل من ضم لنا في يوم جديد من برنامج بين الشوطين ونقاش جديد، محاور جديدة راح نتناولها. لا والله محاور فيه قديم وفي جديد، يعني على كل حال كل شيء مطروح للنقاش بإذن الله، وما نستغني عن ملاحظاتكم في التويتر ومشاركاتكم قيد أو مو قيد قدر الإمكان. إذا كان هناك مجال للاتصالات الهاتفية راح تكونوا معنا إن شاء الله أول بأول. خلونا نعرف في ضيوفي وزملائي في هذه الحلقة. من اليمين بدر عنبري، صبحك الله بخير. صبح ناصر، صبحك الله بخير ماهر، صبح عليك، صبح على الكوابتن وصبح على الجمهور. احنا جاسم، حياك الله. الله يحييك، صبح الجميع وعلى المشاهدين. جمال مبارك، شلونك؟ هلا طال عمرك، صبح عليك وصبح على اخواننا المشاهدين وصبح على شوف شوف الاشاره شوف الاشاره شوف الاشاره نقول حق مدريد مبروك، لان انا مستانس صراحه. والله ما احب فرق، ما احب فرق اسبانيا تطلع من دور ثمانية، متعود عليهم من دور الاربعة. يعني عشان مصلحتك يعني. حياك الله ابو محمد سامح الشاش. الله يحييك يا ابو شاهد، صبح عليك وعلى الحضور وعلى المشاهدين. عاد عقبة، صبحك الله بالخير. حبيبي يا ابو شهد، صبح عليك وعلى اخواني الكبار موجودين كلهم على السادة المشاهدين. ماجد مهندي، حياك الله، صبحك الله بالخير. صبحك الخير ابو شهد، صبح عليك وصبح على الكباتن الكبار وصبح على السادة المشاهدين. اذا احنا موعودين ان شاء الله بحلقة باذن الله تكون مفيدة للجميع. خلوني بس بالبداية اقدم واجب العزاء لاخونا المدرب الوطني عبد الرحمن العتيبي، مدرب نادي الساحل بوفاة والده رحمة الله عليه، وعسى الله يتقبله بفسيح جناته. وخلوني اروح كبدايه معتاده استثمارا للوقت، اخونا محمد راشد توفت بنت محمد راشد، عظم الله بنت اليوم معظم الله اجره. اي عموما الربع نوهوا، بس شكرا لك انك بلغني على اساس ايضا انا اقدم واجب التعزيه وعظم الله اجركم. لاعب الراسي السابق محمد راشد العتيبي، عظم الله اجرك يا اخوي محمد. خلوني ابدا وياكم واستثمارا للوقت، لان عندنا محاور كثيره، نروح الى بدايتنا المعتاده وهي السوشيال هيدلاين. يعني اختلفنا من حيث انتهى التقرير. البعض يقول من الاخوان الموجودين ان ماني هو الافضل في على الاطلاق في هالموسم الدوري الانجليزي، وفي اصوات اخرى تقول لا، في يعني هازارد، في كانتي، في كانتي، بس ماني الحين انتهى الموسم عادل خلاص مصاب. شوف ابو شهد، يعني ماني وكانتي هم الابرز بالدوري الانجليزي. اوكي هازارد، كوستا، في لاعبين مميزين، حتى ابراهيموفيتش مع مانشستر يونايتد يسوي الفارق، لكن ذي الاثنين بكل امانه هم الابرز بالدوري الانجليزي. ماني وكانتي. شوف ماني لما راح كاس افريقيا صار بليفربول، لكن حتى كانتي، ترى كانتي ما قاعد يقيب من حظ تشيلسي، يعني ما تشيلسي ما عنده اصابات، كانتي لو يقيب راح يكشف تشيلسي، لانه بكل امانه في وجع طاره. انت ودك يروح برشلونه؟ انا اقول كانتي مع هازارد عاملين فارق في تشيلسي. انا ودي كانتي يكون في برشلونه، محتاجين واحد مثل هذا. انت برشلوني؟ اي انا برشلوني. لان انا اقول لك، شوف الموسم اللي طاف ليستر سيتي لما باع اللاعب هذا، شوف شنو الاداء ومستوى ليستر الموسم هذا، مؤثر وعمل فارق في تشيلسي لما راح. زين ابو لاعب، شلون داني الفس يروح مجانا ما دام برشلوني؟ شلون يروح مجانا حق فونتس؟ هو على اساس عقد، وانت ما عندك باك يمين. هذا المشكله، انه على اساس يبي تجديد عقد سنتين، برشلونه رافضين يبون موسم. مشكله ما عندك، ما عندك باك يمين، ما عندك مدرب يختار، ما عندك مدرب منتهي. انا اشوف مدرب تشيلسي هو النجم البارز في الدوري الانجليزي بصراحه، لانه مسيطر عليه من ثاني اسبوع تقريبا الى 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 اليوم. كونتي مدرب عظيم قاعد يقود تشيلسي. ما يبالغ بتصرفاته بحركاته كذي يا اخي، يعجبني. شو مو شو، احس انه حماسي اكثر من اللاعبين. صح ولا حماسي؟ عايشك ترى كان بالدوري الايطالي كذي، بس كنا بالغ زياده شوي حبتين. يمكن بالدوري الانجليزي الكاميرات اكثر. ترى جد الدوري الانجليزي الاعلام مسلط عليه اكثر جدا، حضور الجمهور يحبون الشو. انت ايش سالفتك مع المدربين؟ ايش عندك ويا انريكي الحين؟ انريكي مو من زمان انا وياه، قصه قديمه. ما يصير تقول انريكي مو مدرب، مو مدرب زيدان مو لاعب. لا لا مو مدرب، كلمه مو شيلها من قاموسك يا اخي. شوف انريكي، انا اقول لك قبل لا يجي برشلونه ثلاث انديه ريسبونسبل يشيلونه، برشلونه خلوه يصير ادمي. يعني في نقد كذي جارح. ايه خلونا ادمي ولاعب، لان جرحنا عدل ابو محمد. لا انا طالب انريكي رفع قضيه. لا جمال، ما في مترجم اهم شيء. اقول لك خل نرد على ولدنا لاعب ليفربول ماني هو افضل لاعب في الدوري الانجليزي مع سانشيز بالنسبه لي. صحيح. نعم زين ابو شهد، اسال جمال بعد منك تفضل. لما تكلم عن كونتي ابو محمد، ايش رايك مدرب توتنهام؟
انت تتكلم ما عنده المجموعه بالضبط. المجموعه وقاعد كل سنه ينافس صح. مدرب كل سنه قاعد ينافس نعم. ومدرب ما يسوي شو حق نفسه صح. عمله قاعد يثبت حق الجميع يعني يعني بتسارع مورينيو كان يسوي شو حق نفسه ما قال حق نفسه انا سبيشال وان الكل مش على سبيشال قام ينادي هو ملقب نفسه عرفت اي شيء مدريدي هذا لازم لا شوف شوف شكو هو برشلوني ترى ضروري ضروري بعد تصريحات جمال دائما تروح حق تصريحات هاديه على طول اروح حق بدر عنبري بدر عنبري هدي الامور لانه قاعد يقول لك مو مدرب وسوى هذا لا لا اسكت عن جمال اللي ينرفز ينرفز صدق اجل محمد بس لان بدر قال شغله ماجد وعادل خليكم معانا ينرفزك بشنو؟ كل شيء بكل تصاريحه وهو شنو الشارع يحب يتعمد ويسوي عكسه صدق صدق هذا السؤال ما سالت انت تعال خليني اقول لك انت تتعمد والله شوف في صح ناس وايد قالوا لي تعمد عاد الاقرا معي بالمنتخب من زمان وش كثر يعني كنت اسولف مع المواضيع هذه وخاصه يعني بعد عندك بشار عبد الله عبد الله وبران كنت اناقشهم بالامور هذه وايد من قبل يعني ف يحب ريفالدو يبو من الاخر ايام زيدان ريفالدو كانوا يقولوا لي الربع ما تطلع تتكلم عن ريفالدو لا تطلع تتكلم تلفزيون عن زيدان فقلت هذا رايي كنت اعشق صراحه ريفالدو في شبه يعني كل شيء رأي عكس البشر اسمع هذا الملاحظة رأي عكس البشر ما يصير ريال أفضل لاعب في العالم ثلاث مرات أفضل مدرب الآن من أفضل لاعبين في العالم تقول لي رأي أنت عكس البشر كلهم يعني يعني البشر كلهم غلط أنت صح لا أنا أقول شغلة لا أنا أقول شغلة أنا أقول شغلة مو عكس البشر الحين كأس العالم اللي طاف الحين يوم ميسي خذ افضل لاعب كاس العالم إيه؟ احنا كم واحد قاعدين سبعة إيه؟ يستحق ميسي يصير افضل لاعب كاس العالم اللي طاف يستحق كان روبن افضل منه بوايد يعني النقاد عطوا ميسي امشي انا ورا النقاد ولا امشي على رايي حلو كلامك بس شلون اوظف اللي قاله بدر ماكو حلو كلامك بس شنو علاقته باللي قاله بدر لان بدر قال انه ما يصير ياخذ احسن لاعب بالعالم ثلاث مرات وانت غير انا ما النقاد هم يقولون يسوون شيء انا اسوي شيء انا اشوف شيء بعيني ما اشوف بالنقاد انا الحين عين امشي النقاد لان ميسي خالد قلت لك انريكي ما نقدر نقول احنا مو مدرب شفت شلون ابو محمد بس في بعض مباريات هالموسم هذا هو السبب شلون اكبر انا قاعد اقول حتى العام قلت العام انا اتكلم عن الموسم هذا في مباريات خاصه مع الفرق يعني اللي ترتيبها 16 و17 خسرنا منهم نقاط كثيره وهو يتحمل محمد ترى هو انكشف السنه هذه العام بالسابق كان ثلاث مباريات او اربع مباريات اربع برشلونه 2-0 يبدل الدفاعات ينزل ماثيو ولدنا قصدي شايبنا ينزل ماثيو والاقوال كلها من عنده والحين ردي لعبه اساسي يعني انت مو معقوله ان عندك ماثيو ما يلعب لا منتخب فرنسا ولا شيء بالعمر كبير وعندك ألبا من افضل الباكات ظاهر يسار لعب منتخب اسبانيا قاعد على مقاعد الاحتياط اكيد في شيء معقوله مثل ما ذكر لك عادل عقله يلعب نص متقدم باكي اسمع بدر اسمع احنا نقول ارائنا المحدوده تتكلم برشلونه يعني برشلونه مو عارفين يختارون يا جماعه تتكلم ريال مدريد يعني تتكلم برشلونه ايش اقول لا اقوم انا خلي انت تتكلم برشلونه انت تتكلم هذه ميزانيه دوله عند ميزانيه الدوله يعني قاعد احنا انت بتنقد تقول اخطا ما تقول والله ما يعرفون ما يعرفون المدرب ما يعرفون المدرب صدق فعلا انت ترى تكون علينا الناس لحظه انت تتكلم دول بقول لك نقطه شوف في مباريات الموسم هذا مع الفرق الضعيفه كان يلعب بالفريق الثاني في لاعبين مؤثرين ما كان يلعبهم على اساس انه يفكر في اللعبه اللي بعدها ومن كذي قاعد نخسر بعدين في الشوط الثاني حاول ينزل اللاعبين الاساسي شوف المباراه راحت احنا ما راح نخلص بالنقاش هذا شغله اخيره كل مدربين اللي يبون برشلونه غير جوارديولا حدهم برشلونه بعد برشلونه ما ندري وين راحوا لا في راح المنتخب الارجنتيني شلون ما تدري اذا انت متابع كيف ان شاء الله قول ان شاء الله هي اكيد ان شاء الله ريكارد وين راح منتخب السعودية إن شاء الله لا راح منتخب راح عند هوفن إن شاء الله راح ألمانيا إن شاء الله وبعد شنو يعني شنو يعطيك دلالة قاعد أقول لك إن برشلونة هم يسوون الواحد يجيك مدرب يجيك برشلونة يصير مدرب كان ودي أطول وياك كان ودي أطول وياك أكثر في الموضوع لأن النقاش معاك ثري صراحة ومفيد جدا لكن خلونا نروح إلى الشغل الشاغل للشارع الرياضي اليوم في آخر خمس ست ساعات يعني بعد الخبر اللي طلع إن العربي رد لهم او ردت لهم ثلاث نقاط اعطيكم تفاصيل الموضوع حسم الموضوع خلاص حسم وفي مرحله اخيره المرحله الاخيره بنعرفها من خلال نقاشنا لكن خلوني اقول الموضوع بصيغته
حسب مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة موضوع النقاط الثلاث لمصلحته أو لمصلحة العربي، واعتباره فائزا ب3-0 في مواجهة القسم الأول بحسب ما دار في الاجتماع من خلال التصويت على القرار، وتشير أنباء عن تساوي الأصوات ب3 لكل طرف، لكن صوت الرئيس وهو معالي وزير التجارة وزير الشباب السيد خالد الروضان رجح كفة العربي. للتحقق من الموضوع أبي أبدي مع أحمد جاسم، عندك فكرة عن الموضوع؟ وحصل اجتماع اليوم تقريبا بالساعة 7 قبل المباراة، وارتأى مجلس إدارة أن يعني هيئة الرياضة أن ما يعني يكون سري وما تطلع فيه الإعلان إلا بعد انتهاء مباراة النادي العربي والكويت، على أساس أن ما يعني نتيجة تكون مؤثرة على الفريقين، لأن الوضع صراحة شوي كان حساس. ونفس ما نقل الخبر أن 3-3 ورجحها مع الوزير للنادي العربي، بس احنا في تفسير اعتقد مو واضح، وهو رجح قرار الاتحاد الكويتي اللي خذ 3 نقاط لجنه الاستئناف. لجنه الاستئناف لان بحيثيات القضيه اعتقد على حسب ما سمعت، يعني لان انا ماني بالاجتماع ولا اني صوب اللي سمعته ان حيثيات الحكم كان ان قرار الاستئناف من الاتحاد لا يمكن ان يغالط، ولا ان اللجنه الاولمبيه الكويتية تأخذ قرار معاكس هذا الشيء. هذا تفسيري يمكن ما يكون 100% صحيح. أوكي. فهم شلون؟ فهم ثبتوا على أن كل اتحاد لابد أنه يختص قضاياه بنفسه، ما يبي تصير أن تصير سابقة ويطلع ويطلع لي برا، يعني يكون في الاتحاد الكويتي. عندي سؤال، ما أدري إذا عندك الإجابة، ليش اليوم تم الاجتماع؟ مع الوزير كان مسافر يوم الثلاثاء. لا قصدي وصل يوم الثلاثاء. صدف مباراة العرب الكويت. احنا نبي نخلص بالقرار يعني. يعني انا اقصد كان صدفة. 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 لا اكثر ولا اقل يعني. زين سامي عندك فكرة عن الموضوع؟ انا اليوم والله سمعت يعني بعد المباراة سمعت بالقرار. ما عندك فكرة عن الموضوع؟ انا قاعد ابدأ مع العرباوية بعدين الكويت. يعني طبعا انا قاعد اتكلم ان القرار سمعته بعد المباراة. ان 3 نقاط رجعت للعربي، بس ما عندك تفاصيل الموضوع. لا دكتور عندري، والله احنا مثل ما تفضل سامي احنا سمعنا وتفاجئنا واستغربنا كذلك، لكن احنا نرد نقول احنا دائما نتجه للطرق القانونيه كنادي الكويت من بدايتها صارت مولنا، دشينا على الطرق القانونيه وردت لنا هم قانوني، والان طريقه مو معروفه لحد الان صارت للعربي. بالاخير احنا في طرق قانونيه، بس ابين شغله ان العربي طعن في قرار لجنه اللجنه اليوم طلع الاولمبيه يوم السبت ولا الاحد الاحد العربي طعن قدم طعن عند الوزير. اوكي فنضرب الطعن احنا نتكلم هذا الطلب هذا هذا هذه من الماده 34 يمكن ابو خالد افهم برجع حق ابو خالد. احنا طعننا من البدايه بطريقه ديمقراطيه حقيقيه، وهم طعنوا بطريقة ما اعتقد كانت ديمقراطية بالشهر اللي فات او الاسبوع اللي فات. تشوف ان اعتراض او احتجاج العربي كان مو بطريقة ديمقراطية؟ انت تشوف ان الاحتجاج والشو والفيلم اللي سووه خلال الاسبوع اللي فات او اليومين اللي فاتوا هاي طبيعية؟ يعني خلاف هواش المجلس تفكك وصراع وكل هذا على شان 3 نقاط، وانت جيت الان بالطريقة القانونية صارت لك. احنا من حقنا نروح بالطريقه القانونيه، ما راح نتبع الطرق الغير طبيعيه اللي قاعد اتبعت خلال الاسبوع اليومين اللي فاتوا. احنا اكبر من هالاشياء هذه، ولا انسحابات ولا نقبل احنا انسحاب ما انسحاب والامور هذه. احنا بنروح بالطرق القانونيه وان شاء الله مثل ما يقول القضاء ياخذ حقه. بس انا قبل اتحقق ان شاء الله متى وصلك الخبر؟ انا وصلني اليوم بعد المباراه. انا ابي اعرف مدى تأثير على المباراة، قاعد احاول ارصد. انا يمكن عادل يمكن هو عندهم خبر ما ادري، بس انا بعد المباراة وتفاجأت وانت بالنسبه لي استغرب منها. يعني بس في نقطه ما عليك ابو محمد، مجلس اداره العربي اختلف ايضا نظم ديمقراطيه. صحيح. يعني مجلس التصويت انا ما اتكلم اختلاف الاختلاف بالراي بالجلسه. انت تتكلم عن تبعات هواش ولو يا اخي هذا تبعات، لكن كلام احمد وجب التنويه على ان التصويت جزء من الديمقراطيه. سامي شنو انا كنت يعني اقول ان القرار ما كان نهائي، اللي هي 3 نقاط اللي راحت حق الكويت ما كان قرار نهائي. العربي كان رافعين شكوى ما زالت يعني كانت في طور يعني ما انتهينا منها. اي نعم، يعني انا ما كنت اتمنى من مجلس اداره انه يجتمع
ويتخذ هذا القرار تصويت. التصويت هذا كان اتمنى كنت اتمنى ان ينطرون لاخر شيء القرار النهائي وديك الساعه. هذا سؤال مهم لحظه إيه. اذا كان في خطوه قادمه نعم انا ليش اجتمعوا والامانه يعني هالاجتماع هذا فكك مجلس اداره بزياده عن اللي كان قبل بالقرار بالقرار اللي اتخذوه. يعني احنا اليوم ثلاث نقاط رجعت للعربي ليش احنا مسويين اجتماع؟ ترى السؤال هذا مهم هذا يعني. هذا سواه على اساس ضغط وما قالوا من اكثر تعتقدون اني صار يعني انت شفت تفكك اللي صار ثلاث نقاط اوكي هو اعلنا ويا تينا ثلاث نقاط يا يعني ننسحب جد سووا قبل لجنه الاولمبيه من شهرين لحظه احمد قالوا عن الطعن المجتمعي انت قلت يوم الاحد يوم الاحد طعن الطعن يوم الاحد كان في خطوه قادمه يعني خلينا نقولها بشكل ابسط مو مؤكد الكويت بيطعن احمد خلك معي احمد خلك معي انا قاعد اقول اجراءات بالنسبه حق الكويت الان في خطوه اخيره وراح يقولها عادل لكن اتكلم عن طعن العربي كان قدامهم خطوه اخيره نعم. طعنوا نعم. ليش صوتوا وليش مجلس الاداره اتمنى اجتمع؟ واحد من مجلس الاداره يعني صراحه سؤال مهم من سامي الحشاش أيه. الحين عادل متى وصلك الخبر بعد المباراه لان انا شفتك بالتلفزيون كنا عندك خبر لا 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 ما ما لا لا ما لا لا علاقه لا لا بعد المباراه انزين لان انا شفت تعابير قلت يمكن عنده خبر لكن الظاهر عشان اللعب زين مو هذا موضوعي شنو اللي راح يصير وشنو توقعك للمرحله القادمه؟ اول شيء اقول عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. صح. احنا نعلم رب العالمين ما يجيب الا خير العباده. اللي جاء بالله. هذا باذن الله يكون خير. ونعم بالله. احنا ابو شهد يعني انا والله اكلمك انا شخصيا اتكلم عن نفسي. ما كان ودي يوم من الايام اني اتكلم على العزيز خالد الرضوان. انا احترم هذا الشخص كاخ وصديق وهو من الاشخاص اللي كلنا يعني تبشرنا خير انه يكون وزير. تمام. ولانه رجل يستحق هذه المكانه. لكن بكل امانه اخوي ابو ناصر كان بامكانه اول ما لجا للعربي لما لجوا له العربي كان بامكانه يحسم الامر حق العربي مش بنقول بعدها انا ما قال بدر هذا حق نس احنا ما متى؟ اول مشكله قبل لا يشكل قضاة. زين قبل ما تقول رايك فهمنا قانونيه الموضوع. الان لما معالي الوزير خالد الرضوان رد الموضوع للجنه الاولمبيه للبت للتصويت مجلس الاداره مجلس اداره اللجنه الاولمبيه للراي ام للحسم؟ الحين انا مشاهد ابيها قانونيه إيه انا الحين بجيك مشاهد إيه؟ السؤال اللي سالته هذا لابد اجاوب عليه لان هذا هو الموضوع. ليش انا اقول لك كنت اتمنى من الاخ خالد الرضوان حتى نقول وجهه نظره علينا ان نتقبلها. اللجنه الاولمبيه لما اعطوا نادي الكويت ثلاث نقاط العربي ما تقبلوها هذا امر يخصهم لكن احنا في نادي الكويت اعلنا ان احنا اي قرار راح نوافق عليه. الاتحاد لدى الاستئناف لما اعطوا العربي رحنا للجنه الاولمبيه قانون 34/2016 ماده 28 تتيح لي اني اروح للجنه الاولمبيه. تمام. وبعد اللجنه الاولمبيه لو اللجنه الاولمبيه اعطوا العربي ايضا كنت راح الجا للهيئه متمثله بالوزير رئيس مجلس اداره الهيئه. هذا 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 قانون. انت الوزير ابو ناصر بكل هدوء انت ايش قلت؟ قلت ان انا كوني عرباوي في حسابي في انستغرام كوني عرباوي الزم الحياد والكل يعرف اني انا عشق نادي العربي راح اشكل لجنه من ثلاث قضاة. تمام. وكلم فيها وزير العدل وقال اي قرار القضاة راح يوافقون عليه راح اطبقه. نعم. قال راح اطبقه. القضاة اعطوا نادي الكويت ولكن قالوا ان لا يجوز المكتب التنفيذي هو اللي حسم الامر عشان كذا اجتمعوا اللجنه الاولمبيه بالاجماع. هذا امر الوزير الهيئه بتوقيع حمود فليطه نائب رئيس الهيئه بكتابهم للجنه الاولمبيه ولنادي العربي ولنادي الكويت واللجنه الانتقاليه اتحاد القدم يعني كلهم قالوا احنا وافقنا على الراي القانوني مال لجنه القضاة. فيا ابو ناصر انت الان قاعد تسوي شغله غريبه يعني انا خلني اروح معاك وانت اخوي الكبير وان شاء الله انك اخوي الكبير انت الان طعنت بالقضاة. ليش؟ لان القضاة قالوا الحق مع نادي الكويت. طيب هو مو ده حق اللجنه الاولمبيه انا بعرف بس اليه الرجوع شلون رجعت؟ انا اقول لك ليش. القضاة قالوا ان قرار المكتب التنفيذي صحيح ولكن لا يجوز ان المكتب التنفيذي هو اللي يقرر لابد ان اللجنه الاولمبيه مجلس اداره رجع لهم القرار. صوتوا مجلس اداره؟ بالاجماع. صوتوا بالاجماع انتهى الامر. ليش العربي طعن ثاني مره؟ لان القرار الاولي مال اللجنه الاولمبيه يعتبر قرار لا كان لم يكن لانه ما يصير المكتب التنفيذي، مجلس اداره اللجنه الاولمبيه الان اجتمع بالاجماع اعطاها نادي الكويت. القانون يتيح حق النادي العربي انه يطعن على نعم 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 هذا اللي صار طعنوا عليه. انا ايش قاعد اقول لك مشاهد مو طعنوا عليه؟ وين راح الامر؟ رد للوزير. انت شنو كنت قايل الوزير؟ وكنت قايل اي قرار يتخذونه القضاة راح امشي عليه؟ هو شهد القضاة يعني انت هذول قضاة وزاره العدل
الان الغضاة لما يحطون قرار وانت تعطي قرار ثاني شنو معناته؟ لا ما حطوا قرار، استأنس بالرأي فقط. تسمح لي ابو محمد؟ لا خذ راحتك. لا بس خلينا نسمع الراي. هو قال خلينا نسمع. انت استأنس بالرأي وليس قرار. انا راح ارد عليك. القرار لا يجوز معالي الوزير انه ياخذ. بس اوضح نقطة. اسمح لي فرحان بس تفضل. استأنس في رأيهم وردوا، بس اتمنى ان في انا والله مو قاري القرار كله. انا الحين راح اقول في 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 معلش انت قاعد تقرا الكوبليه يعني عادل اخوي الاخير اللي وضحوه الثلاث قضاة، فاهم شلون؟ لكن في ايضا كوبليه اول ان القرار باطل ولا قرار في خطا اجرائي، فاهم شلون؟ ممتاز. فهو مشى على هذا الطريق ورد للجنة. زين عادل بتكمل. عادل الموضوع كل الموضوع عندك. لا الحين بس الامر هذا بس انا بس ابيك تسمع من ماجد. لا بس دقيقه. هو القرار مو باطل، هو خطا اجرائي ان المكتب التنفيذي شنو طلع القرار. تسالني اسال قضاة. انا اسالك. لا لا لا، بس خليني اقول لك شيء ابو محمد. الان احنا ارد على كلامك ان استئناس بالراي. لا ليس استئناس بالراي. قرار قال بحسابه بالانستغرام ترى موجود عندي اقدر اقرا لك. قال اي قرار يتخذون القضاة ساطبقه. القضاة خذوا قرار ما طبقه. اسمح لي يا احمد. سؤال عادل سؤال. رد اللجنه الاولمبيه. اسمح لي عادل. اسمح لي احمد. شو رد اللجنه؟ لا لا يا ابو محمد خليك معي عادل. عادل السؤال طبعا. السؤال طبعا. قرار من القضاة ام استئناس بالراي مثل ما قال احمد؟ اذا قرار فهو واجب النفاذ خلاص. ابو شهد بحسابه بالانستغرام الاخ خالد الروضان اي قرار يطلع من القضاة، القضاة شنو قالوا؟ قالوا ان لا يجوز اصلا لجنة الاستئناف في الاتحاد الكويتي لا يجوز فيها، لا يجوز انها تنظر امر اتخذته المسابقات، فهو امر نافذ. هذا ماده 8. عادل في سؤال مهم فضل. اذا هو امر نافذ شلون يطرح للتصويت باللجنة الاولمبية؟ باللجنة الاولمبية لا، لان انا اقول لك ليش. لان منو طلع القرار؟ المكتب التنفيذي. تمام. فيقول لك هو قرار المكتب التنفيذي هذا يعتبر خطا اجرائي، ما يصير المكتب التنفيذي هو اللي يقرر اللجنه الاولمبيه مجلس اداره، واجتمعوا اللجنه الاولمبيه مجلس اداره وطلعوا قرار بالاجماع. بتكمل معاه بس اسمع من ماجد. بعدين حتى اليوم ترى صارت 3-3. كان بامكانك يا ابو ناصر. هذه النقطه لا تفتحها الحين. اسمع من ماجد. تفضل. الحمد لله اول شيء على انتهاء المشكله بالطريقه هذه، بالطرق القانونيه، بالطرق درجات التقاضي اللي ارتضاها الفريقين. ولكن بس بوضح نقطه للجميع المفاهمه، الوزير ما يتخذ قرار، حتى وزير القرار ما يتخذه عن طريق مجلس اداره الهيئه. هذه المعلومه اللي لازم الواحد يعرفها. ما يقدر يحكم لا العربي ولا الكويتي، عرضه مجلس الهيئه اداره الهيئه. احنا نقول قرار وزير مجازا. احنا نقول الوزير يعني يقول قرار وزير. انا ما الوزير ما يقرر. صحيح. يقرر مجلس اداره من خلال مجلس اداره الهيئه. انا بسالك فرحان كتاب نقطه بس دقيقه. كتاب حمود فليطح للثلاث جهات ان احنا وافقنا على قرار. كمل دكتور. عرضهم كل الامور هذه، الاستئناف والخبراء الخليجيين واللجنه الاولمبيه، عرضها اليوم الوزير على مجلس اداره الهيئه. نعم. تناقشوا بالمواضيع كلها، واخر شيء طرح موضوع التصويت مثل اعتقد ما حدث في لجنه المسابقات لما حتى الرئيس كان رافض الاجتماع والتصويت وصار تصويت على النتيجه. اعتقد ان درجات التقاضي الكل اخذ حقه من حق العربي، والقانون 34 اللي كفل للكويت كفل للعربي يطعن. واعتقد الحين انتهى الموضوع، ما باقي الا يمكن المحكمه الاداريه وعاد وضح شغله. انت قلت مجلس اداره ما يختل وزير الحال. الوزير هل مع الوزير فوت؟ بالضبط. مع الوزير فوت عقب 3-3 يحق للتصويت. انا هل قاعد اقول مع الوزير فوت يحق للتصويت؟ بس انا لان انت قاعد تقول واتمنى ان ما يؤول قرار التصويت. لا اي ابو فرحان بس اسمح لي ابو شهد. يحق للتصويت. شوف انا ايش قلت لك بالبدايه، يعني اتمنى كلامي واضح. لو كان الاخ العزيز خالد الروضان بعد ما اللجنه الاولمبيه حكموا لنادي الكويت الجولة نادي العربي كون رئيس مجلس إدارة الهيئة وقال لا القرار لنادي العربي، كنا راح نقول ما يقدر يقول. قول له لا الحين شو ما يقدر يقول مصوت اليوم مجلس الهيئة. إيه قاعد أقول لك كون يصوت فرحان. قول له ثلاثة شد شوي. قاعد أقول لك كونه رئيس مجلس إدارة الهيئة، أنا أتكلم الآن مو على وزير الشباب، أتكلم على رئيس مجلس إدارة الهيئة مو خالد الروضان، صار 3-3 وصوت اليوم. هذا قصدي. يعني ما راح المفروض ما يصوت. أقصد أبو فرحان مو كذي أبو فرحان، أنا أقصد كان بإمكانه إن لا تدخلنا بقضاة وتقول لجنه قضائيه. يعني من اول يصير تصويت. من اول يصير احنا ايش كنا راح نقول؟ لا في جاء شكلي غلط اللي هو الدول التنفيذي فرحان ما يقدر يتخذ صح. عادل لا صح اللي قاعد يقوله. يعني انا سالت نفس السؤال ليش ما تم التصويت من الاول؟ ما اقدر. فقال في اجراء شكلي اللي هو يا ابو فرحان. يا ابو شهد تبي اقول لك شيء؟ ابو فرحان مو لازم يفهم شنو انا اقول. ايه منو اللي رد الموضوع للجنه الاولمبيه؟ مو القضاة؟ اي نعم. قاعد اقول لك انا ليش تدخل قضاة بالاساس؟ استشاره قانونيه. لا 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 انت ابو فرحان لازم تكون ملم، انت صحفي ترى. اي صح. قاعد اقول لك لحظه شويه. انا اتكلم عن جزئيه. لحظه شويه فرحان. قاعد اقول لك في حسابه بالانستغرام قال
قال اي قرار يتخذون القضاة راح اطبقه، ما دام انت قلت هالكلام عليك انك تطبق، لكن لو انت مو قايل هالكلام، مو جايب لجنة قضاة وقال انا محايد، انت ما صرت محايد ما جبت لي العربي اليوم، لان الاجراء الشكلي اللي يظهر العربي وين محايد الاجراء الشكلي تسمح لي ما تطبق الخلف خلف معي حاله اللجنه خلف معي انا وياك لا قرار قضاة قال نادي الكويت صحيح اسمحوا لي اسمحوا لي بس نوضح حق الناس عشان يشاركونا اللي وضح الاجراء الشكلي او الخطا بالاجراء الشكلي القضاة القضاة عادل يقول لو من البدايه صار تصويت الهيئه قبل الاستئناس براي القضاة هذا شنو كان عذر الوزير ابو فرحان شنو كان عذر الوزير عذر الوزير لاني انا بصير محايد انا اعشق نادي العربي كوني كوزير الامر يخص نادي العربي بكون محايد ما صرت محايد اليوم شنو نهايه الموضوع شنو راح يسوون الحين الكويت انا اقول لك بالنهايه على المستوى الشخصي ابو ناصر عزيز وغالي وحتى اليوم اللي امر اليوم هذا امر يعني انا اقول لك انا برايي اليوم سرقت ثلاث نقاط بكل اسف عرق لاعبين راح لكن ارجع واقول لك ابو شهد له الاحترام والتقدير وحتى الثلاثه اللي صوتوا للنادي العربي لهم الاحترام والتقدير لا راح نقلل من شانهم ولا راح نتكلم عليهم بالنهايه كلنا اخوان وربع ولكن حق مشروع لنادي الكويت نعم. بالثلاث نقاط احنا فزنا داخل الملعب وشرحنا كل الامور الان احنا مجلس اداره قرار عن مجلس الاداره سواء ان نروح المحكمه الاداريه او ما نروح ولكن انا اعتقد شيء طبيعي ان راح نروح المحكمه الاداريه كاجراء اخير محكمه اداريه حكمت النادي الكويت هذا قضاء حكمت النادي العربي هذا قضاء بس انا ابو شهد بس احب يعني اطمن جماهيرنا انا ادري جماهيرنا الان محترقه وزعلانين لكن انا اقول لهم الرساله مو مني ترى الرساله هذه من اللاعبين اولهم تدرون منه محترف جمعه سعيد محترف واللاعبين المحليين جمعة سعيدة اتصل فيني بعد المباراة تسألني هل صحيح قلت له نعم صحيح قال لي أوكي راح ندش كل مباراة الآن حياة أموت وقال لي بالعكس أحسن يعني قاعد أقول لهم لا تحاتون ما راح نقصر بشيء أمر نفس هذا علينا أن نحترمه هذا قانون نفس ما احنا عندنا ماده 28 واستقليناها العربي عنده ماده 28 واستقلينا اسمع عز تدريب انت هني بالمكان هذا قلت اي قرار يطلع احنا كنادي الكويت راح نتقبل القرار اليوم عن طريق القرار اللي طلع ما انتم متقبلينه اسمح لي ليش اسمح لي ما انتم متقبلين اسمح لي بدر سؤال كوين سؤالي حق ليش مو متقبلين إيه بس اسمح لي ابو شهد هو قال لي راح اول شيء اي قرار يطلع راح نتقبل اول شيء ابو محمد انت عارف بعد معزتك عندي انت اخوي انا ايش قلت في البدايه قلت كنت اتمنى ان الاخ خالد الرضان نفس ما اللجنه الاولمبيه يحكموا لنادي الكويت هو كرئيس مجلس اداره الهيئه يحكم للنادي العربي كنا راح نقول تقبل القرار احنا اللي مو متقبلينه انك انت شكلت لجنه قضائيه وقلت اي قرار يتخذون القضاة راح اوافق عليه ان هذا عتبنا لكن انا قلت لك ابو محمد لو كان القرار من غير قضاة وكان القرار كوني رئيس مجلس إدارة الهيئة وصار حتى وصير تصويت يمكن هو يقول لك لا انا عندي راي ان راي النادي العربي اصوت حقه ولكن انت شكلت لجنة قضاة قلنا بس انت كلمة يا جماعة هدوء والله كلمة ان ثلاث نقاط انسرقت من نادي الكويت ما توقع ان انسرقتها من نادي العربي بس خلنا اكثر من العربي لحق لا انت اسمحني ابو محمد اي واحد يشوف سرقت منه انا اشوف الكويت سرقت منه حق مشروع هذا انا شرحت لك ان لجنة القضاة حكموا لنادي الكويت محاكم الخليجيين حكموا لنادي الكويت انا عندي مسبباتي اقول لك سرقت انت يا ابو محمد عندك مسبباتك تقول سرقت من العربي نعم. هذا امر متروك للجميع ماجد انا بس نقطه معينه قبل شيء اعتقد الوزير حولها تطبيقا لان مجلس المسابقات ما يستطيع على قرارها ففي طبق القرار وعرض على مجلس اداره الهيئه اللي حكموا 3-3 ولكن ان قبل شيء احمد جاسم قال ان لا يجوز أقول الاستئناف استئناف ما له شغل لا يجوز المسابقات ما يطلع على قرار حسب تفسير القضاء ولكن الوزير الإجراء اللي سواه عرض على مجلس الإدارة جميع الأمور لأنه ما يقدر يتخذ قرار الحالة عرض على مجلس الإدارة جميع الحيثيات صوتوا وطلعت النتيجة العربي أنا أقول نفتخر أن بلد قانوني يحترم مؤسساته ويحترم وحتى رياضية آخر شيء أعتقد أنه وصلنا إلى درجة عالم الديمقراطية آخر شيء أنا بعرف الحين الناس اللي قاعد يتكلمون نادي الكويت عنده متنفذين اقرب الناس ترى لنا اذا على المستوى الشخصي ترى اقرب الناس لنا خالد رضوان اذا على المستوى الشخصي اقرب الناس لنا فواز الحساوي اذا على المستوى الشخصي لكن شايف اللي قاعد يصير الان انا اقول لهم اللعبه كانت بالسابق تمشي الان ما تمشي علينا احنا الحمد لله بفضل الله عز وجل ناخذ بطولات بذراعنا وبتوفيق رب العالمين ودعم جماهيرنا اللي اليوم كانت وفيه ودوم ان شاء الله تكون وفيه بالنهايه انا اقول لك ابو شهد
لا راح نبكي على اللبن المسكوب. عندنا الآن مباريات وعندنا الآن محكمة نحترم قضاة الكويت ونحترم قانون الكويت. عندنا محكمة نروح لها، عطونا الله يجزاهم خير، ما عطونا أيضا الله يجزاهم خير. عندنا يوم الأحد مباراة مع فريق ممتاز، فريق قوي التضامن، وأهم شيء نفوز بمبارياتنا. وللحين احنا مصدر. مقدر اللي قاعد تقوله والوضع اللي انتم فيه كنادي الكويت، ومقدر تقبلكم اللي قاله سامي. انا ك يعني كمقدم برامج انا اشوف اللي يتقبل، وفي فرق بين اللي يتقبل واللي يرضى. اللي يرضى غير اللي يتقبل. يا اخي انا ما وافق على الراي، بس ما اخذ اي اكشن مزعج او اي اكشن غير طبيعي، هذا التقبل. لكن الرضا اني من داخل تبيني ارضى على شيء، ما راح ارضى يعني بكل الاحوال. اتكلم لا ما اتكلم عن بدر، ابشر بس خلينا نكمل لو سمحتوا يا جماعه، احنا قاعدين ساعه ونص، فيكم مسيس؟ لا لا لا. فبالنهايه انا اتكلم عن العربي وعن الكويت، الاثنين مروا، ترى الاثنين مروا بنفس الحاله. اتكلم عن التقبل غير الرضا، اني ارضى من داخل لا هذا مو مطلوب، لكن اتقبل وما اجري اي اكشن او اي حدث مزعج. هذا المطلوب، هذا المطلوب، هذا المطلوب. فاسمع رايك بدر وبين الموضوع. ازيد على كلمه امين قال ما تقبل. احنا على الاقل ما اعلنا تهديد ولا هذا اللي قلته اي، ولا اعلنا. احنا عملناها بالملعب، اول ما اخذته ثلاث نقاط، اول ما اخذوا ثلاث نقاط نفس الاسبوعين لعبنا مع العربي، طلعناهم من كاس والعهد وخذينا كاس والعهد، واحنا ماخذين منه ثلاث نقاط. لعبنا مع العربي بكاس الامير وطلعناهم وخذينا كاس الامير. احنا قاعد نلعب بالملعب وقاعد نفرض شخصيتنا بالملعب، وراح نفرض شخصيتنا بالملعب، بس احنا قاعد ناخذها عن طريق قانوني. اوكي، هذا المقصد. فانا ما لا 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 سامي قال ان نادي الكويت يعني ما صعد الامور. قلت له هذا الصح، انا رديت بالعكس. كثر خيرك. هذه النقطه والله اني انا اول شيء اشكر ابو خالد، يعني هو الحين مدير فريق ويمكن يقول حرقه لاعبينه وما يرضى عليهم. انا اشكره بهدوءه وبكلامه ومنطقه، ومن حقه انتقاد اي يعني مسؤول في الدوله، لا وخاصه حتى لو كان معالي الوزير، هذا رايه ويحترم ويقدر. وايضا انا احترم راي ابو خالد، اخو صديق وكابتن بدر. والحلو النقاش لما يكون في هذا الهدوء وبهذا المنطق، المشاهد يستفيد، احنا نستفيد، ونتكلم ونظل ربع واخوان. عمرها ثلاث نقاط ما راح تقلل من قيمه نادي الكويت ولا راح تفرق، ولا راح تفرق. يظل نادي الكويت كبير برجالاته، كبير بمسؤولينا، كبير بالناس زاد اللي زاد. ما بس الخسائر الوحيد الفريق، ما راح اخلص من الموضوع هذا. فريق الكويت الوحيد اللي بدول الخليج ما خسر الا اليوم بالثلاث نقاط اللي هي برنال. دول الخليج الجميع الدوريات الوحيد اللي ما خسر الى الان. الحمد لله نادي الكويت الفريق المتصدر الوحيد اللي ما تلقى خساره الا اليوم من المحكم، من الهيئه. جمال 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 اشكرك انك ما ادليت بدل. لا تمام على بسرك. عشان كذي اول من يعلق على المباراه لا انت، يعني معنا اللي يرموك تضامن. اي هذا ولازم اعلق. يعني صح انت لازم مو قتاوي ذبحتنا كم نادي لاعب تضامن باكر غطيه مناوي الريان والتضامن والقادسيه الاهلي والغرافه والاهلي. يلا ما شاء الله تاريخ ابو خالد ما شاء الله. يلا خلاص نروح اليرموك تضامن. نروح اليرموك اذا عندكم مباراه بين الريان والغرافه او الاهلي هم حطوها حق ابو خالد. عبد الله انصاري وتقرير مباراه اليرموك والتضامن 1-1 اليوم، النتيجه الطاغيه على اغلب المباريات 1-1. اليرموك والتضامن لم يخسروا منذ انطلاق القسم الثاني من منافسات دوري فيفا، لذلك أحدهم يريد الإطاحة بالآخر في مواجهة السالمية. كتيبة دا سيلفا كانت البادئة بالتهديد، فرصة محققة أخفق بها أحمد هاني وصامويل، رد قاسي من رجال فواز مندو أميزان إلى سلمان، تسديدة أشكراني استقرت في مرمى المشيمي. ميدو أرسل كرة تابعها سعد المطيري خارج المرمى. اليرموك يحاول من خارج المنطقة والكرة بيد وليد الرشيدي. الفرصة الأخيرة في الشوط الأول كانت من قدم صامويل وذهبت لخارج الملعب. الشوط الثاني بدأ بهدف لكنه ألغي بداعي التسلل. المصاب حمد أمان نزل لأرضية الملعب.
مهند الأنصاري يسدد والكرة تذهب ليد وليد الرشيدي. اليرموك الأخطر يحاول مجددا، أحمد إبراهيم يبعد رأسية برنس. التضامن في ورطة مع منتصف الشوط، جاسم جعفر أشهر البطاقة الحمراء في وجه سلمان أشكراني. اليرموك يريد التسجيل بأي طريقة، والرشيدي يحافظ على شباكه حتى الآن. عندما صام المهاجمون استلم المدافعون المهمة، فهد صباح أتى بالتعادل لليرموك في الدقيقة الأخيرة. أندرسون كاد أن يهدي النقاط الثلاث لفريقه في الوقت بدل الضائع. برنس دخل في شباك التضامن. لا مزيد من الأهداف. جاسم جعفر أطلق صافرة النهاية. بالنسبة لنفسي أعتذر لفريقي كوني أني أنا انطرت بالمباراة. أول شيء أنا يمكن ضيعت مجهود اللاعبين. نقول قد لك لفريق اليرموك على النقطة، ما كان طموحنا طبعا النقطة، طموحنا ثلاث نقاط. حاليا أنا والله ما أفكر بالهدف، يعني كثر ما كنت أفكر بثلاث نقاط. الحمد لله على كل حال لعبنا مباراة كبيرة طبعا، يعني جايين من مباريات كبيرة، ولاعبين يعني اللاعبين هذي اللي شايفهم ال11 نفسهم لاعبين ثلاث أربع مباريات سابقة خلال أربعة أيام، يعني ثلاثة أيام بين المباريات، تقريبا خمسة أو سادس مباراة توالي بدون خسارة. المباراة للفريقين يعني التعادل ما يخدم أحد، إحنا كنا محتاجين الفوز عشان لا يبعد عنا التضامن، لأن لنا هدف إن نبقى في الدوري الممتاز. الهدف نادي التضامن يمكن شفته، كرة لنا شالها الحارس وفي العارضة وردت مرتدة هدف. التضامن استغل الفرصة، إحنا ما استغلينا الفرصة، دخلنا الشوط الثاني بهدف إن نسجل هدف التعادل طبعا. والحمد لله الطرد ساعدنا نوعا ما، اللعب استحوذنا على الكره بعد الطرد زياده، سجلنا هدف في اخر دقائق، حاولنا نضيف الثاني ما انكتبت لنا. كنا خسرانين بالمباراه، بس لو تلاحظ بالشوط الاول بالشوط الثاني كنا ماسكين اللعب من الدقيقه الاولى لدقيقه 90. صحيح ان قولنا بالدقيقه 90 ولكن ضيعنا فرص وايد. التعادل مو زين لنا، بالعكس احنا اهم شيء ما خسرنا اليوم، تقريبا ست مباريات مو خسرانين الحمد لله، ولكن نقطة خسارة المفروض نجيب ثلاث نقاط، كنا نستحق ثلاث نقاط. اليرموك وصل للنقطة 20، والتضامن فشل في تخطي حاجز 30. عبدالله الأنصاري لبرنامج بين الشوطين. شكرا عبدالله الأنصاري على هذا التقرير. قبل ما نتكلم عن هذه المباراة أيضا نسيت في البداية عزي أخوي العزيز الحكم المساعد محمد فرحان العنزي بوفاة والده، وعظم الله أجرك يا أخوي محمد، عسى الله يتغمده بواسع رحمته. جمال، يعني اليرموك بالنهاية المباريات يكون خاطر ما أدري ما يحسنون التعامل معه، يعني يقدر يوصل للمرمى. والتضامن أنا أعتقد أن في مشكلة بالتضامن، ما أدري شنو يأثنين عليه في بداية الموسم، لكن التضامن مو قاعد يحسن التعامل مع المباريات. شوف نتكلم عن مشكلة التضامن ان مشكلة التضامن تسجيل الاهداف، يعني عندهم يوصلون المرة بأسرع وقت، بس ما عندهم هدافين يعني يوصلون انه يقدرون يقولون. بما ان عندهم الطرار هو هداف الدوري اليوم غايب، الطرار مو موجود بالملعب، عندهم القيادة اللي هو عبد العزيز عشوان داخل الملعب، هو محور الملعب، هو اللي يقود اللاعبين، هو الرجل القيادي في ملعب. نفس ما نذكر حسين حاكم نادي الكويت، نذكر عبد العزيز عشوان نادي التضامن. نادي التضامن وصل 29 نقطة الحين من 8 مباريات ما خسر، فريق من أفضل فرق منظم الموسم هذا نادي التضامن، يملك لاعبين يعني تشوف أحمد محمد إبراهيم، عندك بعد عودته من أكثر من شهر من الملاعب اليوم رد الملعب، قدم مباراة كبيرة. بالنسبة لليرموك، اليرموك اللي طبعا مع احترامي لباقي الفرق، أنا أشوف اليرموك هو الفريق أخطر فريق بالكويت اللي يقدر يوصل المرمى بآخر الدقائق. ليش؟ أشوف كأن الفرق تستهتر في نادي اليرموك، يعني ما أشوف يعني ما تشوفهم يلعبون جديا أمام نادي اليرموك. تشوف نادي اليرموك بالعشر دقائق
هو الاقوى يعني هو مع ان نادي اليرموك على مر التاريخ وهو فريق مسكر صعب يعني. اي بس اخر 10 دقائق الموسم هذا تشوفهم هم الصراحه اللي يضغطون على الفريق، هم اللي يبادرون، هم اللي كانهم يبون المباراه. فاثبت المباريات الاخيره الاربع خمس مباريات الاخيره نادي اليرموك لعب مباريات كبيره، وخاصه نادي اليرموك ونادي التضامن افضل فريقين منظمين الموسم هذا. لو تلاحظ نادي اليرموك يلعب امام نادي اليرموك والتضامن الافضل تنظيميا، افضل فريقين تنظيميا داخل الملعب. ليش النصر؟ النصر فريق هجومي قاعد يوصل قاعد يفوز، قاعد نشيد فيه انه قاعد يتحرك لاعبين ومهارات اللاعبين اللي عنده. نادي اليرموك والتضامن فريقين منظمين، وحتى نادي فحيل منظم معاهم، بس اليرموك والتضامن اخصهم بالاكثر فريقين. نادي اليرموك شوف لاحظهم المباريات الكبيره امام القادسيه، امام الكويت، امام العربي، امام كاما، فريق قاعد يحرز الفرق الكبيره. لو نادي اليرموك يلعب مستواه مثل اليوم بالشوط الثاني اخر نص ساعه الشوط الثاني مع جميع الفرق، انا اتوقع نادي اليرموك لو واصل 35 33. ماجد، نقطه اليرموك يلعب لاخر دقيقه ويوصل يعني احرج نادي الكويت، الكويت الفريق الان اللي هو الفريق المتكامل الموسم شهادة الجميع، وقدر في اكثر مباراه انه يتعادل في اخر دقائق. لا طبعا تحسب المدرب سيلفا رجل اعتقد بصمته واضحه على الفريق، 20 نقطه اليوم وصل نقطة 20 قريب من الممتاز يعني 3 نقاط. وهان الصقر قايم مجهود يعني. أعتقد سيلفا له بصمة واضحة حتى باختيار نوعية المحترفين اللي باليرموك، قاعد يقدم مباراة متميزة اليوم. ما يعني تبي تذكر هان الصقر؟ هان الصقر مساعد يحسب المدرب. إيه يعني قاعد أقول لك هان الصقر المفروض. طاقم التدريب كله. أنا تعودت أن تقول إيه والله. طاقم التدريب كله، لكن تتكلم عن الهيد كوتش يسمونه رأس تدريب. سيلفا يعني جهراوي خوي صاحب النادي يخليك كذي مباشر كذي واضح. بالعكس اليرموك اعتقد انه اذا استنى. لا انت ليش ما جبت ذكرت هاني؟ هاني قاعد يقوم مجهود مهم وشفته في اكثر من مره حتى يتابع المباريات يعني، وهاني ما شاء الله مخه نظيف يعني كمساعد مدرب. لكن انت كلامك في محله ان انت تذكر الرأس الهرم صح؟ رأس الهرم منظومه كامله، واعتقد حتى اداريا اللاعبين تعاملوا بالدائره الاخيره يمكن اخوي عادل في امور معينه ما تحتاج نفسيه لاعبين، تحتاج تركيز، تركيز ذهني وتركيز من اللاعب نفسه وحتى الاداري برا مو شرط المدرب. يعني في امور تفلت اخر دقائق السالميه 3 مباريات ضيعها باخر الدقائق، تركيز لاعبين، قله خبره، تشتيت ذهني. اعتقد اليرموك عند الامور هذه قدر يطبقها عكس السالميه بالضبط بالمباريات الاخيره. ف 20 نقطه اعتقد قريب من الممتاز، قريب من هدفه، خالف كل البدايه اول موسم ما كان هذا اليرموك. اعتقد 7 مباريات 8 مباريات الاخيره هذه قدم نفسه بشكل ممتاز، واعتقد انه راح يبقى، انا متوقع اليرموك بالفريق هذا بالمنظومه هذه اعتقد راح يبقى ممتاز وراح يوصل ممتاز. انا ابو شهد ذكرت بالسابق والان اذكر، نادي اليرموك لاعبين، جهاز فني، جهاز اداري مو مقصرين، مجلس الاداره مقصر تقصير كبير في هذا الفريق. هذا الفريق عنده لاعبين محليين على مستوى عالي، عنده لاعبين محليين فعلا، لاعبين كره قدم مقاتلين يلعب لاخر دقيقه. ترى مع الكويت اخر دقائق جوله، مع العربي اخر دقائق جوله، اليوم اخر دقائق جوله. فريق يعني فريق مو بس يهاجم هجمه ويحط منها جول، فريق مقاتلين. لكن ابو شهد ما عنده محترفين يعني عنده محترف قاعد يقول له، لكن ما هو محترف. ومحترف انت عليك كمجلس اداره، احنا شو نقول؟ ليش يقول مجلس اداره نادي النصر او حتى التضامن عنده يعني مو مقصرين؟ مو لان نتائجهم زينه، لا مو مقصرين لان ما قصروا مع الفريق. انا كمجلس اداره اسوي اللي علي، انت نتائجك مو زينه، هذا مع الجهاز الفني والاداري قصر، لكن انا كمجلس اداره اوفر حق الجهاز الاداري كل شيء، محترفين على مستوى عالي التضامن، محترفين على مستوى عالي النصر. اليرموك عنده لاعبين محليين افضل من لاعبين محليين موجودين بانديه خلينا نقول كبيره، لكن ما عنده محترفين. عشان كذا انا اقول لك مجلس اداره نادي اليرموك مقصر مع هذا الفريق. في لاعب اعتقد مدافع ميزته، وفي مدافع للامانه يمكن اذا استمر كذي يمكن راح ينافس على هداف فهد صباح، اهداف قاعد ينافس من خيره اللاعبين للامانه قاعد يتكرر كل جوله. بس اسمع من سؤال، اهداف خل اداء متميز، احراز اهداف، يلعب مكانين، يلعب باك شمال وقلب دفاع. نعم. ترى لاعب نادي الكويت سام ابو شهد، شوف يعني هذا التنافس اللي قاعد نشوفه اليوم يعني مع فرق ما هي منافسه، هذا اللي كنا نطالب لما نقول احنا نبي دوري درجتين، كنا راح نشوف التنافس هذا. لو اليوم دوري الدمج ما راح تشوف التنافس هذا ولا المستوى. حتى التسجيل محمد. نعم هذه مهمة. حتى التسجيل. حتى النظام التسجيل. نعم 30 عملية. طبعا. اعطى فرصة نعم. اليوم مباراة الأمانة أنا قاعد أطالعها مستمتع منها، مباراة مفتوحة من الطرفين. أنا كلام اليوم للفريقين، كان اللعب مفتوح، شفنا تنوع باللعب،
سواء على الاطراف على العمق تسديدات من الطرفين لاخر دقيقه للامانه يعني المستوى والاداء ممتع من الفريقين. انا يعني الامانه يعني الفريق التضامن ادى مباراه كبيره مثل ما قالوا اليرموك فريق ما يستهان فيه يلعب لاخر دقيقه وهذا الفريق المطلوب منه. اليوم انا يمكن لفت نظري الامانه يوسف عيزان كان نجم يعني بارز لاعب خطر مهاري كل ما تعنيه الكلمه كمهاجم يمكن اليوم نادي التضامن يمكن تاثروا في لاعب طراره اي نعم هذا كان لاعب مؤثر بالنسبه للتضامن الطرد اللي حصل له مبر للامانه لاعب يعني هو اعتذر يمكن مساعه ان هو اللي سجل هدف انه يتحمل يعني انت اليوم بغيت تخلي فريقك يخسر بالطرد هذا اتمنى انه يكون هذه عبره لك في مباراه اليوم. بدر شنو اللي بتقوله؟ انا بغيت اشكر بصراحه مبارك النزال وعبا مجلس الاداره يستاهلون صراحه اللي سووه بنادي التضامن الفتره القصيره لان التضامن اول السنه العام كان مشارك السنه اللي قبلها عليه 166 جول تقريبا كان فريق منهد يو السنه هذه ساندوا الفريق مو بس القدم جميع اللعبات والدليل على هذا خذ دوري 19 والان قاعد واصل خذوا دوري 19 خلاص لا ما خذوا مع الساحل يوم السبت جمال يوم السبت هم مباراه الساحل ها يوم السبت يكفي الفوز تقريبا محسوب ان شاء الله الدوري زين ان شاء الله شلون يكفي الفوز لازم يفوز اي يعني يكفي الفوز تنقل عن التعادل لا يكفي التعادل فوز يعني ضروره ضروري اذا مو فوز تعادل والعربي فاز اوكي يعني احنا نقول ان شاء الله يعني فريق تضامن صار فتره طويله مو منافس وصل للمرحله هذه نحب نشكرهم واشكر الصراحه يعني انا كنت بالبدايه الكابتن سليمان اللي انطرد اشكناني يعني الصراحه الشجاعه اليوم اللي قال سبب التعادل مني وانا خسرت فريقي يعني يشكر عليها الصراحه. انت يعني وانت تتكلم بحرقه التضامن يعني مبين بعيونك تضامن ها؟ جمال الغرافه والاهلي ومشاهد التضامن مشاهد التضامن نادينا عارف انت الطرد هذا شنو سوى المدرب؟ عمل تغييرات اخلت الفريق يعني ميدو اليوم كان نجم بالنص صح غير مكانه راح رد مكانه صار فضاوه بالنص ابو ناصر يرحمك الله وتفضل الدين وحدكم الله الصحبه لنا بالكم احنا نقول احنا كنا شاطين على العالم السابق دوري الدمج العالم كلها دوري الدرجتين احنا شاطين الان رد المنطق ورد العقل منافسه اذا ما صار في منافسه مثل ما نشوفها الان الفرق الصغيره اللي كنا نتكلم فيها شوفهم الان واللي افضل لسبب لان انت اللي قاله فواز الحساوي واللجنه انه راح يصير عطايا وجوديه بالمال وهذا راح يطلع ايجابياتها بعد قدام هذا العمل انك انت تحط هدف وتخلقه وتلحقه ولا لا نالف ونسوي لنا دمج ونسوي لنا احنا بروحنا بالخليج كله دمج فهذا المنطق وهذا اللي احنا المفروض نمشي وراه يعني نتيجه القرارات الاخيره هذه والنتيجه القرارات والقرارات الجايه وهو الاموال اللي راح تضخ على الفرق اللي راح تفوز والامور هذه راح تصير ايجابيات اكثر بس احنا خلينا نحط شغلات منطقيه ونلحقها ان شاء الله تفضل كل ما اليوم ضد بعض انا وبعد هو الكلام اللي قاله الدمج احنا للحين دمج يعني السنه الجايه راح يبدا الدوري لا ما تقدر الهدف جايين عشان انا ادري بس النقطه الاساسيه انا اعتقد ان انت ربطت التسجيل ب 30 لاعب هذه شوف انت النادي مثل نادي التضامن كم لاعب خذ من الانديه ألف نادي النصر كل أندية استفادت من الأندية الكبيرة الكويت العربي القادسية السالمية حتى العربي خذ حتى العرب كل أندية كاظمة أي أنا أدري يعني أقولك أنا بس أنت طالع أنت عندك أنت كم لاعب طلع وكم لاعب صح فاهم كلهم استفادوا زين شنو الاختلاف؟ مقصد ماكو اختلاف لا الاختلاف أن التسجيل 30 لاعب فاد الفرق اللي ما تنافس أكثر لأن احنا كنا قبل أيضا درجتين وكان ما في منافسة كان يعني بعض الفرق تطلع لك بالكاس فاهم شلون؟ فانا اتوقع النقطه الاساسيه هي التسجيل لان اعطيت الحريه للاعبين انه ينتقلون في الانديه. للحين ماكو اختلاف. ماكو اختلاف. شوف ابو شهد وصلت بتختلف؟ احب القرارات ان شاء الله ان شاء الله. جمال تفضل. شوف قبل 4 سنوات 5 سنوات تذكر عادل العبو صليبخات كنا وخيطان او اليرموك اللي على ملعب صليبخات. اوه صليبخات تاهل. صليبخات اليرموك.
كان الكل حضور جمهور حضور جمهور والكل صح. والكل قاعد يتابع على طريق التليفون شنو صار شنو صار حتى المباراة كانت منغولة نعم منغولة يعني يبين لك شنو دوري الدرجتين ايه. انت هني في حافز صح. في حافز حق الكل للجماهير للمشاهد للاعبين للاداريين الكل بيستفيد شوف مشاهد الاتحاد اللجنة الانتقالية مو محظوظين ما عندهم جمهور ولا ترى سووا اشياء يعني اشياء يعني بكل امانه كنا انا متفاجئ 100,000 دينار مركز الاول يعني ترى هم بعد هذه شيء هذا حافز هذا حافز صراحه للفريق موضوع تسجيل 30 لاعب موضوع المحترفين اربع محترفين في عندنا وما عند اربع محترفين ما تنافس احترام شديد لهم ايضا دوري الدرجتين ترى هذه امور ايجابيه بنسبه 100% لكن ما عندهم جمهور هذا الحد 100,000 و70,000 و50,000 يعني هذا مبالغ اي مبالغ كانت يعني بالنسبه لنا قبل حلم لا ترى احنا يعني نادي الكويت وحتى الغاتسيه بس ياخذ الدوري اعتقد 5,000 او 10,000 دينار 7,000 دينار يعني بالنهايه 7,000 دينار لو توزعها مثلا على اللاعبين خلينا 7,000 دينار ما راح تعطيها اللاعبين هذا ما تحس فيها الحين تحس بعد الموسم نهايه الموسم تشوف المبالغ وتشوف المنافسه الشديده بعدين بدر 7,000 دينار بطل الدوري صعبه اول شيء انا مو بس الوم الاتحاد السابق لا خلينا نكون منصفين وخلينا نكون حقانيين حتى الله يرضى علينا انا الوم الهيئه بعد يعني ما يصير انت الهيئه تساعد اتحاد على ابو محسوب عليك واتحاد سابق ما كان محسوب عليك ما تساعده لان انت بالنهايه ابو شهد الان اي اتحاد يحتاج دعم يحتاج دعم بالذات من الهيئه نقول يحتاج دعم من الدوله لان انت من الاساس من الاساس لا من الاساس انت يعني الاتحاد ما عنده مثلا اشياء خارج الاتحاد مثلا مدخول خلينا نقول مدخول عوائد في اعتقد قناه ابو ظبي وقناه الكاس عطوا الاتحاد السابق مبالغ ولكن بالنهايه حتى انا معاك ابو محمد لكن ايضا على الدوله انها تساعد لكن ايضا هم في مبرر اخر يقول لك انا اذا ساعد قالوا تدخل حكومي واذا ما ساعد يعني في امور بعد بس شرباك خذيتوني بعيد انتم خذيتوني بعيد خليني اقول شغله المكافاه ترى الهيئه ما لها شغل ما لها شغل ما لها شغل بالمكافاه لا ادري ادري خل بقول شغله ولا صرفت على الاتحاد الهيئه لغايه من مسكر الاتحاد من اللي قال يصرف على الاتحاد الهيئه لغايه الان اسمعني مصارف على الاتحاد 34,000 من اللي قال يصرف على الاتحاد مسكر الاتحاد جمال معاشات يعني مطالني جمال مطالني من اللي قال يصرف على الاتحاد هو السبونسر بس مثل ما ذكرت في سبونسرات سبونسر يفترض يعلن عن سبونسر اسمع بس من اللي بيقدم ال 100,000 جمال جمال في سؤال مهم لك ابو خالد ال 100,000 دينار من بيقدمها بالضبط هو 170 و50 تقول سبونسر شوف ذكر فواز الحساوي قال انا راح اغطيه عن طريق سبونسر ال 170 و50 اذا ما كفى هو مستعد من جيبه هذا شيء يشكر عليه نعم. هذا شيء كذي لا ابو شهد لازم نوقف عند هالنقطه طبعا ان انا رئيس اتحاد معين ماني منتخب ان اذا في جزء كبير يمكن يوصل 50,000 دينار او 70,000 دينار يدفع من جيبه هذا شيء يشكر عليه كثر خير ما وهذا الكلام يمكن كررناه هذا يشكر عليه انا سالت فواز حتى لو بعد فواز الله يوفقه واذا كان موجود او مو كان موجود يعني مستقبلا هل انا الان خذيت المركز الاول اعطتني 100,000 يعني معناها بعد ما يروح فواز تردي 5,000 سؤال منطقي هو شنو فواز فواز يبين للناس انه المفروض تقدر تشتغل تقدر تشتغل انا هذه بس لاني قلت سؤال منطقي من بدر انا قاعد اتكلم بنفس الوقت اختار اشخاص بس الاتحاد ترى ما سوى شيء اختار اشخاص في مجلس التسويق ناس بالمكان المناسب فقط هم اللي قاعد يجيبون لا ما قاعد يعملون عمل جبار شكرا ترى المدخول يعني تقدر نقل المباريات عن طريق خط رجع في شغلات زين الحين انا مو قلت سؤال منطقي من اخوكم بدر عنبري ردك منطقي انه هو قاعد يبين ان هذا الطريق الصح فعاد مو انا مو ملزم اني اجبرهم في المرحله القادمه انا وريتكم الطريق الصح فيا بس شوف انت الان حط الهيئه في زاويه حكرها أن يعني يسوي الصح يحكر الهيئة لسبب مو أنا قاعد أسوي الصح أنا أسوي الصح اللي ورايا ما يسوي الصح بس أنا كنادي يسوي الصح. أنا كنادي ليش تعطيني 100 أنا علي أني أسوي الصح خلصنا يا جماعة النقاش هذا ناقشناه أنت الكلام اللي قاعد يقوله أبو ناصر بإمكان الاتحاد أو أي اتحاد جاي بإمكان يسوي المكافأة مو 100,000 200,000 وقادر انه يدخل دخل اكثر من المباراه قال ابو محمد طريقه تسويق معينه انت تقدر تسوي احنا اهم شيء ابو شهد اي اتحاد قادم انا اسف ابو شهد اسف بس اي اتحاد قادم خلاص ترى فكونا ملينا هذا اي شيء خلينا نقول شيء صح انا جيت لا لان هذا سواه صح اسوي الخطا عليك ان يكون دوري درجتين عليك التسجيل يكون 30 او 28 لاعب عليك يكون اربع محترفين وحتى المبلغ هذا ايا كان منتخب
معين ايا كان محسوب على الهيئه ومحسوب على الهيئه. بالنهايه انت الان شوف الدوري، ترى الدوري عندنا قاعد يقدم مستوى زين، رقم ان في ناس قاعد تحارب هذا الاتحاد او تحارب هذا الدوري انه ما ينجح، ولكن ترى شوف في فرق قاعد تقدم، حتى فرق الكبيره حتى مستوياتها زينه. اي واحد يكون موجود عليه انه يعالج اخطاء، واي شيء فيه صح انه يطوره. يفترض هي استراتيجيه يعني مو اشخاص بالضبط. يعني تستمر الاستراتيجيه وان تغير الاشخاص. طوال الصراف ناطرنا في مباراه وتقرير في مباراه عن خيطان والساحل، بعد التقرير اكيد بنتكلم عن هذه المباراه. خيطان والساحل مع طلال الصراف. في استاد ناصر العصيمي بخيطان استضاف خيطان صاحب المركز الرابع عشر الساحل صاحب المركز الثالث عشر. شوط المباراة الأول ظهر خلاله تحفظ الفريقين ومحاولة الخروج دون الخسارة، حيث قلت الفرص ولم تظهر الهجمات إلا في أوقات قليلة من الحصة الأولى لتنتهي بالتعادل السلبي. القسم الثاني من المباراة أتى مغايرا تماما، الأصفر يسجل أول أهداف اللقاء مع الدقيقة الخامسة عبر اللاعب شبيب الخالدي، واستمر الضيوف في تهديد مرمى أحمد الدوسري في أكثر من مناسبة، وكانوا قريبين من تسجيل هدفا آخرا، لكن أحمد الدوسري يتألق في إبقاء النتيجة على حالها حتى أتت الدقيقة 35 وأتى معها هدف التعادل لأصحاب الأرض وبأقدام اللاعب حمد الحساوي. وأكمل أبناء أبو حليفة اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد اللاعب فالح العجمي في الدقيقة 36، وكاد الإمام سيدي أن يسجل هدفا ثانيا لخيطان، ولكن تسديدته مرت بجانب القائم. وفي الدقيقة الأخيرة من اللقاء حصل اللاعب فرحان سعد على ركلة جزاء بعد إعاقته في المنطقة المحرمة، ولكن القائم يتسبب في ضياع فرصة الفوز على الساحل لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. احنا طبعا داشين المباراة بدايتنا أهم شيء أنه ما خسر، وقولوا جول الحمد لله ربك وفقنا وقولنا التعادل كده، وحاولنا قدرنا بغينا نقول الثاني بس ربك ما وفقنا فيه. راضين على دام يعني النتيجه اكيد، لا ثلاث نقاط كانوا مفروض ما حاصلين. تشوف مباراه على 90 دقيقه كنا مسيطرين على المباراه، ضيعنا فرص. ديما نرجع نقول ما اذا ما تقول ما تفوز، وهذه الكوره ما اذا ما تضيع تجيك فرص وتضيعها في اي وقت، تلعب حتى تلعب ضد نادي ما حتى من الشارع جي فرصه قول لك ما عادي عرفت، فما توفقنا اليوم. شوف حتى بلنتي اخر دقيقه فرص، كوره بالسته، الكوره مو مكتوبه مو كاتبه اليوم. طبعا اي فريق بالدوري الكويتي ما يتمنى انه يكون بالمراكز هذه الاخيره، بس الحمد لله يعني ما قدمنا الاداء اللي مطلوب منا واللي طالبه الكابتن انور، بس الحمد لله على كل حال، وان شاء الله نعدل امورنا في المباريات الجايه ان شاء الله. الساحل يتقدم مركزا واحدا، اما خيطان فبقي على مركزه بعد هذا التعادل. لبين الشوطين طلال الصراف. شكرا للعزيز طلال الصراف. خيطان والساحل 1-1، ايضا النتيجه 1-1. ماجد، خيطان والساحل يعني تقريبا في تكافؤ، نتيجه محبطه للفريقين، محبطه مو مفيده حق اي فريق، محبطه. واعتقد ما كسبوا نقطه، الفريقين خسروا، كل واحد خسر ثلاث نقاط المباراه هذه. لو فايز الساحل 17، لو فايز خيطان يصير 19، واحد كل واحد كسب نقطه. اعتقد انه فقدوا الامانه، صراع ان نقاط مهمه للمنافسه على البقاء الممتاز. الفريقين ما استفادوا من المباراه، تمنينا ان احد الفريقين على الاقل يفوز يتقدم شوي، ولكن انك تكون 14 13 هذا مركز غير محبط وغير مرضي لا للفريقين ولا اذا تبي تنافس تبي تبقى ممتاز. يعني شنو الترتيب الحين ماجد؟ ساحل عندك الترتيب؟ الترتيب في مباراة بكره، ما يطلع الا بكره الحين. الى الان زي ما تجهز، على ما تجهز بس العادل. عادل، في تكافؤ بين خيطان والساحل اساسا؟ يعني في تكافؤ. انا لعبت ضد خيطان والساحل، خلصنا منهم يعني. فريقين عند يعني فريق اول شيء مدربين وطنيين اثنينهم، فريقين بكل امانه ما تقدر تستحوذ نص الملعب، عندهم لياقه بدنيه، عند خيطان عنده محترف على مستوى عالي المهاجم، يعني مو قمه ولكن مهاجم يعرف متى يعني يركض يمين يسار متى يقطع. يعني انت تدري الحين عندنا مهاجمين صراع لكن الاوفسايد، هذا لاعب يعرف يوقت متى يروح. وخيطان بالذات فريق منظم حيل منظم، لكن مشكلة خيطان مين دش عليهم جول
في ربكه تصير باللاعبين عكس الساحل. ساحل الفريقين هذا اللي شفته الساحل بو شهد 1-0 لنا وكانوا يهاجم وكان يحاول لياقه بدنيه عاليه. يعني انا اقول لك بكل امانه هذا شغل كبير من الاخ العزيز عبد الرحمن العتيبي اللي نقول يعني الله يرحم والده ايضا راشد البوس كمل على هذا الشغل والاداء. الساحل فريق مميز ولكن اعتقد ابو شهد خيطان عنده مباراتين قادمات اذا ما اخذ فيهم فوز كذلك الساحل اعتقد بيكونون في المستوى تحت. بقول كلمه قبله انا اقول في هذه المرحله اللي احنا فيها الحين تقريبا باقي 9 لعبات تقريبا كل تعادل خساره للفريقين صح سواء كان فوق ولا تحت مو مفيد مو مفيد. انا الصراحه ما بتكلم عن فريق الساحل. فريق الساحل هذا الفريق ما شاء الله يا الله احنا نعطيهم عين ما يخلصون لاعبينهم يعني لاعبين كل سنه تشوف لاعبين مميزين 6-7 6-7 ولاعبين مميزين صغار يعني بالعمر تلقاهم السنه هذه يلعبون تلقاهم سنه وراء بنادي ثاني رايحين ولا تلقى بطل فجاه يعني عندهم اللاعب شبيب هذا من افضل اللاعبين خالدي. هذا اللاعب يعني يعني صراحه مكسب للكره الكويتيه واتمنى من اداره نادي الساحل يعني الحفاظ على هذا اللاعب والمجموعه اللي معه تهتم فيه المفروض يعني عندهم مواهب لكن يعني احنا ما نتمنى يعني اي لاعب اذا كان فيه اهتمام فيه انه يروح نادي ثاني بصراحه لا احنا ما لا عدل كلامك صح فبالتالي طلبنا الاهتمام فيه ما طلبنا انه يروح نادي كبير لكن اتوقع جمال اتوقع ما راح يقعد لان في كم هو يستاهل شوف راي سمعته شوف ما انا اقول لك شغله انا لو مكان نادي الساحل يجيني عرض اقول حق شبيب ابيعه ماكو مشكله بس بفلوسه أجيب لاعب صح صح أجيب 4-5 أسكر صح مشاهد بس خنتني على هم الدوسري يعني طلع كذا كرة خطرة اليوم في مباراة خيطان حارس مميز حارس مميز صراحة وما شاء الله عليه مستوى يعني ثبات الحارس في المباريات يعني وراء بعض يعني الحارس لازم يعطيك 5 مباريات مستوى ثابت هذا تقول عنه حارس ممتاز فما شاء الله عليه أنا قاعد أتابع إنه مستوى ما زال ثابت قاعد يقدم ويعني ما شاء الله ترى يعني اسمه موجود معنا في تقريبا في كل حلقه صح في لانه قاعد يقدم ما شاء الله مستوى ثابت فلا بد ان نثني عليه بصراحه يستاهل ماجد الترتيب الترتيب كنت تضامن 29 ابتعد شوي نوعا ما نوعا ما امان الفيحل 25 نقطه عنده بكره مباراه ويا النصر الجهره 23 اليرموك اليوم صار 20 اتكلم الفرق اللي تنافس على مراكز البقاء البقاء اليرموك 20 صليبيخات 17 اليوم خسر راح كمان مع برقان الساحل صار 17 الشباب 16 وخيطان 15 وطبعا برقان اليوم صار 9 نقاط فهذا هذا حلاوه الدرجه يعني الشباب والساحل اذا بيصيدون يصيدون جرف الحين تضامن تقريبا بعيد عليهم للبيع التلفون تمام تمام اذا خيطان والساحل 1-1 تكلمنا عنها خلونا نروح لمباراه اخرى بنتكلم عنها مباراة برقان وصليبيخات برقان فاز على صليبيخات يا رب يعني صليبيخات فريق جيد مو فاز أغاتسية شوف فاز أغاتسية صليبيخات وخسر من برقان إيه قاعد أقول لك يعني مع احترامنا حق برقان فريق مجتهد وقلنا إنه بالفترة الأخيرة قاعد يخسر نتيجة كبيرة وإحنا ما توقعنا إن برقان يخسر نتيجة كبيرة واللي صار أكد توقعنا أن برقان فريق يعني فريق مجتهد أمان أتوقع أنا سوري جمال هذه الإيجابية اللي قاعد تعر معظم الأندية الآن هذه تقريبا إذا مو أغلب لاعبينهم كلهم من الأندية الكبيرة فيعني أنت ما تقدر تقول هذا فريق فعلا فريق تاريخه صغير لكن لاعبينه يعتبرون كبار من ناحية التاريخ اللي قاعد يلعبونهم بانديتهم الكبيره الكويت القادسيه فهم يجمعوا هاللاعبين ترى ما عندهم ما عندهم ما عندهم الاستعانه لا لا بس في بعض النادي الوحيد بدر لسبب انه دش متاخر ما عندهم الاستعانه برقان النادي الوحيد يمكن ما خرج لاعبين مميزين لاعبين مميزين يا اخي في بالسن يعني في سن معتدل وفي مميزين هم ما استفادوا من الاستعانه الاخيره لكن صح كلامك اكيد كلهم مميزين يعني وكلهم لهم خبره فاعتقد حتى كذا لعبه نشوفهم ادائهم بس صراحه فريق زين بس لما نتكلم عن فريق صليبيخات نتكلم عن فريق زين ابو شهد الصليبيخات انا اعتقد بالفتره الاخيره النتائج كلها سلبيه نتائج اعتقد كذا خساره وانا اعتقد هذه اعطت احباط للاعبين الصليبيخات قاعد نشوف صليبيخات يعني اغلب مبارياته مو هذه الصليبيخات اللي بدا في بداية الموسم يعني مع أنك ما زال في الأمل موجود يعني مفروض أن هني دور مجلس إدارة دور جهاز إداري
ان ان يكون في جلسه مع اللاعبين ويحثون يعني يرفعون معنوياتهم. جمال انا بشيد صراحه بفريق نادي برقان. نادي برقان يعني اللاعبين الله يعطيهم العافيه صراحه بهالمركز وكل مباراه يدشونها كانها نهائي كانها نهائي يلعبون بجديه بروح قتاليه بمستوى قاعد يفاجئوننا حتى احنا كجماهير ولا كمحللين نقعد طالع نقول نسال هذا وين كان يلعب هذا وين كان يلعب هذا اللاعب وين كان يلعب هم المحترفهم اللاعب اعتقد التونسي التونسي الادريس ادريس يعني قاعد يقدمون مستوى سجلنا الفريق الاخير بس قاعد يقدم مستوى احرج القادسيه ذاك اليوم 4-2 العربي احرج العربي 4-3 النتيجه 3-2 يعني قاعد يلعب مباريات كبيره وقاعد يلعب كل مباراه انت تستانس لما تشوف نادي برقان مو فريق قاعد يسكر مو فريق قاعد ورا ويطق يخرب اللعب لا فريق قاعد يلعب فاتح اللعب صحيح انه قاعد يخسر بس انت تتمتع لما تشوف الكره مع نادي برقان ايش عنده خسره يلعب مفتوح بالعكس لو عندهم لاعبين زينين شيء زين مشاهد صيبخات لو تسوي احصائيه اكثر فريق يدش داخل ال 18 صيبخات لكن الصيبخات ما عنده راس حربه هني انا اقول لك يعني لما اقول لك دور مجالس الادارات مع حبي وتقديري رئيس مجلس الاداره اخوي ابو سلطان والاخ العزيز ابو فهد سعد عناد وعظام مجلس الاداره لكن عليهم ايضا دعم الفريق يعني صيبخات فريقي فريق يعني خلال ثواني تلقى داخل ال 18 احنا قاعد نشوف الحين يضيعون اهداف ما عندهم مهاجم خلص خلص يمكن لان انت الحين موجود اكثر واحد في النفس بالملعب هل زيادة عدد الفرق إذا كان مثلا نتوقع أن 20 فريق راح يفيد الكرة الكويتية يعني نقول مثلا 10 درجة أولى و10 درجة ثانية طبعا يعني أنت قاعد تشوف يمكن أكثر منه أبو خالد فأنا أسألك أنت قاعد تشوف التنظيم المدرب اللاعبين أكثر منه أكيد مو محمد يفيد ولكن لما يكونون فرق مو يعني مثلا كنا ما كنا نتوقع أنا آسف ما كنا نتوقع أن نادي برقان يكون بهالمستوى يعني شوف يكون في تشالنج خليني اقول شيء بو محمد نادي برقان يعني. من ثلاث مواسم خلينا نقول ثلاث سنوات نعم. بالرديف ترتيبه الثالث او الرابع بالرديف نعم. كنا احنا الرديف اوقات لعب حتى محترفينا اذا مثلا فيها فتشه او عندك لاعب متعور وكان تدري بعد القانون القديم محترفين اثنين او ثلاث واحد بدون يعتبر محترف فكان في محترفين لعبهم بالرديف كان برقان فريق مميز برقان الموسم الماضي ما شارك اغلب لاعبينه راحوا الموسم هذا ما جاب محترفين لانه ما كان يدري انه بيشارك جاب محترفين اي كلام ما استعان باللاعبين لكن هل تتوقع يا ابو حمود لما تجيب مثلا فرق نفس برقان هل تتوقع ان يشتغلون هالشغل انت تخاف تجيب فريق ينطق 9 و10 9 و10 ما تستفيد لكن انت اهم شيء ابو حمود زياده المباريات اعطيك مثال انت الموسم المقبل بيكون درجه رجلين 8 فوق انت تقدر تخليهم 3 اقسام صح ثلاث اقسام لما يكون عندك ثلاث اقسام هذا 21 مباراه انا اعتقد حتى من شروط الانتقال للاحتراف لابد انه يكون في عدد مباريات هذا اساسا هذا ان شاء الله بعد انت مع الوزير ولازم توصل له المسج هذا المفروض نزيد انت الانديه عندنا انت الجهره 700,000 تقريبا عندهم نادي واحد انت تتكلم الان الشرائح الاجتماعيه قاعد تزيد اليوم انك تزيد الانديه احنا اليوم لو استحدثنا حتى انديه 2-3 راح تلاقي فرق تنافس طول ما هناك في تسجيل 30 لاعب الأندية راح تعطي الأندية هذا اليوم برقان اليوم ظاهر بالصورة هذه شنو السبب ان التسجيل الأندية 30 اغلب اللاعبين راحوا لهم يبقى ما استفاد من الانتقالات محمد لا محمد شتوي لا لا محمد لا شتوي يمكن ترى ما حتى بشتوي ما استعانوا بس عموما فكرتك 100% صح بس برقان تحديدا كان فريق مستفيد يعني من خبره لاعبينه بالسابق يوم لعب دوري الرديف بس هم استفاد من على كل حال فكرتك صحيحه ماجد انا شفت كان جزئي عن برقان اول مره تشارك بدوري فيفا ودوري نجوم واول مشاركه لك 9 نقاط حتى الان اعتقد شيء ايجابي يمكن تعدى فرق صار لها بالستينات مؤسسه هذه نقطه ثانيه النقطه الثانيه صبيحات اعتقد غير محظوظ احمد الكي حضرته اليوم امرنا اوامر الظهر خلانا نطوف الكويت العربي هاني سلام خلانا نحضر الجار والصليبيخات انها بالجار عندنا حضرت شوط والامانه شفت صراحه اضاع وصليبيخات فرص بالجمله للامانه فمو محظوظ الكابتن احمد اليوم برقان سرق المباراه من احنا ذيك شاهد اخر شيء بشاهد على نادي برقان موسم المقبل انه خلاص يعني تعلم يعني انت مو عيب شوف نادي القرين الاخ احمد شحومي شنو سوى بنادي القرين
اول شيء هذا بطوله خارجيه اعتقد بطولة العربيه ايضا داخل الكويت كان منافس قوي جدا لنادي الكويت ما كنا نفوز عليهم الا بصعوبه احنا الحمد لله فريق اليد بفضل الله وما شاء الله من افضل لاعبين عندنا الا نادي برقان انه ايضا مو عيب اشتري لاعبين عندك ميزانيه حتى لو ادفع من جيبي لان نادي القرين باليد اعطانا صوره فريق تغلب على القادسية وعلى العربي وعلى كاظمة وعلى السالمية ومع الكويت والكويت هو الأفضل يلا باليلا نفوز بجول وأوقات حتى نتعادل أو نخسر منهم فرق جول فنادي برقان بالعكس نادي القرين لابد يكون له مثال كرة اليد صح لكن يكون له مثال بكرة القدم لا بس عادل إحنا نادي برقان يعني مو مطالب إنه من السنة الجاية يقول مطالب بعد 4 سنوات 5 سنوات تشوف نتائجه على اساس الشغل اللي قاعد يسوونه عموما بوادره طيبه انت شوف انت اذا خليت عدد اللاعبين الحين 30 قول الموسم الجاي تخليه 28 راح تشوف اغلب اللاعبين راح يروحون نادي برقان يقولك ابي نادي جديد زين بسوي شيء جديد تاريخ خلونا نشوف جدول بدر راضي جدول الفرق اللي تنافس على البقاء هذا الجدول تضامن 29 من 20 مباراة فحيل 25 من 19 مباراة فحيل من 19 مباراة الجاهرة يعني ممكن نقطة 23 حقه الانجليزي وهذا البعض يرموك 20 صليبي خالد 17 ساحل 17 شباب 16 خيطان 15 خيطان 15 برقان وهذا بالانجليزي برقان 9 تمام طبعا جديد وضحنا ان كل الفرق ممكن ها ماجد كل الفرق تقريبا التضامن نوعا ما اعتقد ان بس التضامن بين القطتين من نادي الكويت سلكوه والله فريق قوي التضامن فريق محترم بس للحين في مجال ان الفرق كلها تفوز طبعا ما عدا برقان يمكن لا برقان اعتقد صعب صعب طيب نروح إلى مباراة العربي والكويت والتعادل أيضا 1-1 مع إبراهيم عقيل الكويت والعربي صراع آخر على 3 نقاط أخرى في المدرج قبل المواجهة حضر التفاؤل دائما متفائل فريقي يعني رغم الانتكاسات اللي تصير بين فترة وثانية بس متفائل فريقي ظروف العربي أو غير ظروف العربي أنا دائما متفائل العربي جاهز مو جاهز احنا متفائلين الحمد لله الجمهور كله متفائل وإن شاء الله نأخذ المباراة هذا اليوم إن شاء الله وفي الملعب حضرت الإثارة حيث التقى الكويت والعربي على استاد نادي الكويت ضمن منافسات الجولة 21 من دوري فيفا أطلق الحكم علي محمود صافرته معلناً بدء اللقاء ومنذ البداية كشر الكويتاوية عن أنيابهم وها هو الخطيب يسدد والقلاف يحتضن بعد هذه الكرة أصبح السجال بين لاعبي الوسط البريتشي ظهر من خلال هذه التسديدة التي علت العارضة والتي استفزت العرباوية فبادروا بالهجوم وكادوا أن يصطادوا الشباك صام كثيراً ليفطر في الوقت المناسب إنه أمين الشرميطي الذي أفرح قلوب العرباوية بتسجيل هدف العربي الأول في شباك مصعب الكندري هدف نصر غرطاج أشعل الغيرة عند أسد الرافدين ليسدد كرة علت العارضة لينطلق الفهد ويسدد ولكن القلاف ينقض على الكرة كالأسد المدافع عن عرينه مدير الفريق العرباوي يعترض على عدم إخراج الكرة لإصابة لاعبه والتي كانت كرد فعل لما قام به العرباوية ليقوم الحكم بطرده ويستأنف اللعب مرة أخرى وهنا كاد الإيفواري الراقي جمعة سعيد أن يعادل النتيجة ولكن القلاف يصر على نظافة الشباك ليطلق الدولي علي محمود صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتقدم العربي بهدف نظيف علي محمود يعلن انطلاق الشوط الثاني حصار كويتاوي وثبات عرباوي في الدفاع عن مرماهم
البريتشي ينفذ هذه الضربة الحرة، ولكن الكرة لم تجد من يساندها لتذهب إلى خارج الملعب. ولكن وكعادة الكبار ظهر الإيفواري جمعة سعيد بهذه الرأسية التي كانت كفيلة بأن تعيد المباراة للمربع الأول. كاد الموسوي أن يفسد فرحة الكويتاوية بهدف التعادل، ولكن الكندري أصر على التعادل ليسدد الخطير فراس كرة قوية استغرت بأحضان القلاف. جازع يتلاعب ويمرر عرضية وجدت رأس فراس الخطيب، ولكن الكرة علت العارضة. السيراليوني كمارا يجرح قائم القلاف بهذه التسديدة. حميد القلاف ينقذ العربي من الخسارة بإبعاده لهذه الرأسية لأحمد حزام، ليطلق بعدها علي محمود صافرته معلنا نهاية المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما. أنا أقول يعني فريق العربي فريق كبير، الكويت قدم مستوى طيب صراحة، إخوان اللاعبين ما قصروا. إن شاء الله يعني إحنا كجهاز إداري نطالب في المباراة القادمة إن شاء الله يكون أفضل، وان شاء الله هم قدها. نشكر الجماهير اليوم حضرت، وان شاء الله القادم افضل باذن الله تعالى. احنا لعبنا مع النادي الكويت ثلاث مباريات، الاولى كانت في الدوري والكل شاهد ما حصل فيها في القسم الاول، ولكن احنا نقول ايضا فريق نادي الكويت فريق كبير، وايضا لعبنا معاهم في كاس سيدي حضرة ولي العهد وحصل التعادل، والحين اثبتنا قدره لاعبينا في مجارات الفرق، وان من الفرق اللي تنافس، لكن احيانا الكره ما تخدمك. لكن نقول احنا كسبنا شيء، كسبنا لاعبين ناشئين، كسبنا لاعبين واعدين. اليوم دكه الاحتياط كانت زاخمة في بعض أسماء اللاعبين. هل تعلم عزيزي متابع هذا التقرير أن العربي بتعادله اليوم حصل على 4 نقاط؟ إبراهيم عقيل لبرنامج بين الشوطين. مشكور إبراهيم عقيل على هذا التقرير، قواك الله. إذن 1-1 الكويت والعربي، صح كذي؟ ها؟ الكويت العربي لأنه مع الكويت. مع ملعب الكويت. زين، البداية وياك. شلون كانت المباراة؟ المباراة كانت ممتعة، يعني تقاسموا الفريقين، العربي كان بالشوط الأولاني هو الأفضل، والشوط الثاني الكويت. أنا يمكن بالشوط الأولاني يمكن أفضل شوط لعب العربي في هذا الموسم. قدم مباراة شوط من أروع ما يمكن، أنا قاعد أطالع المباراة كنت مستمتع بالطريقة وباللعب والأداء وبروح لاعبين. يعني كنا احنا الأفضل، وكان بإمكان نسجل العربي من نتيجة 1-2 أو 3، احنا كنا الأفضل. العربي استغلوا مساحات ما بين نص الملعب والمدافعين، كان في وايد مساحات، العربي استغلوا النقاط هذه وكانوا الأفضل. الشوط الثاني شتان ما بين الشوط الأولان والثاني، التراجع المخيف اللي صار في النادي العربي عطى أريحية وعطى ثقة لفريق الكويت، استحوذ على نص الملعب، بدأ يتناقل الكرة، بدأ يوزع يلعب على الأطراف بالعمق. العربي بالشوط الثاني مو هذا العربي اللي شفناه بالشوط الأولاني، مو هذا العربي. محمد أتوقع الشوط الثاني اللي صار كمارة والخبيزي الشوط الأول، لا 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 التراجع كان، يعني الشوط الأولاني العربي كان ضاغط، الشوط الثاني صار تراجع عطى اريحيه للكويت. العربي الكويت استحوذ بنص الملعب، يعني اعتقد لو لاعب نفس الطريقه مستمر فيها، لان احنا العربي محتاجين 3 نقاط اكثر من الكويت. محمد انا معاك، العربي لعب مباراه كبيره اليوم الشوط الاول، اي انا ساعدهم انهم يلعبون ويستحوذون. كمارا والخبيزي الشوط الاول ما كانوا زينين، انا ليش اقول العربي كان الاولاني بالشوط الاولاني العربي كان هو الافضل بنص الملعب، وهو المستحوذ بنص الملعب حتى بالهجوم، كان كلكم بتقولون اراءكم، هو كان الافضل حتى بالشكل الهجومي العربي كان الافضل. التراجع انا ما يعني انا استغربت للامانه، ليش العربي تراجع؟ ليش ما استمريت بنفس الطريقه يا ناصر؟ بالعكس انا اعتقد لما استمر
راح يكون عربي ما راح يتغير عن الشوط الاول بس، ولكن تراجع هو اللي اعطى الافضليه والاريحيه للكويت، والكويت كان الشوط الاول الثاني هو الافضل وهو المسيطر وبامكانه كان المباراه لامان، يعني في كرات كثيره ممكن ضيعها هنا للكويت. انا اللي بقوله انا لامانه رغم ان احنا طلعنا متعادلين اشيد في ناصر كابتن ناصر بالشوط الاولاني لعب بطريقه واتمنى التوفيق ان شاء الله. هني قاعد يسال بالتويتر الاخ محمد سليمان يقول صج ولا غشمره؟ يا ليت تسال الاخوان اذا عندهم خبر. بدر طارق ما لعب اليوم عشان دوري الجامعات؟ نعم والله ما عندي دوري ما عندي، لا انا اخاف، لا اخاف عشان يمكن ماخذين رايح نعم مسافر مسافر يعني شنو كان ممكن يمكن عشان مباراة 19 بعد انا قلت لك بس هذه اهم معنى اعتقد. زين ايش رايكم بالموضوع؟ مستحق انه يسافر؟ والله يعني مباراة مهمة يمكن جامعة وشغلة ودوامة يمكن 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 مضطر يمكن مضطر بس ما ادري عن عفوا حتى الجامعة الجامعة يعني ما اعتقد كدوري جامعة ما يقصبونه يعني قصدي مو اجباري نادي انا ما دام ما عندنا معلومه ما نناقش انا اقول حق الناس. انزين عندي هنا عبد الله الانصاري الاخ عبد الله الانصاري يقول بشهد ما ادري اذا تقدر تقرا تغريدتي ولا لا بس الحياديه بصوب وبرنامجكم بصوب ثاني وشكرا. قريتها هذا الحين لو مو محايد ما قريتها المفروض تعيد النظر. احمد العبيد ابو فهد يقول يا ريت نعرف راي ضيوفكم بصيد الكاميرا، حط لنا صيد الكاميرا ونقرا يعني هذه ابرز تغريدات برجع حق تغريدات بعد شوي. بس انا عبد الله الانصاري يعني الظاهر انك كاتب هالتغريده وماخذ فكره من قبل ما تشوف الحلقه يعني الراي المسبق انا ما ناقشه عاده بس عشان عيونك يعني يا عبد الله. طيب بدر المباراه شلون كانت؟ والله فريقين كبار ادوا، انا ما اقول هارد لك لاحد اقول جود لك للفريقين متعونا مثل ما قال سامي، واكبر دليل نجوم اليوم كانوا حراس المرمى، ما صاروا نجوم حراس المرمى لان في كور خطره في الطرفين صح. فدائما اذا كان النجوم بالجوالتشي فمعناها ان الهجمات متبادله والخطوره متبادله. كان فريقين جيدين، لعب حلو اليوم، وصول المرمى وايد والخطوره على المرميين وايد، فهذا معناها ان الجمال اللعب تكتيك اللي لعب في النادي العربي بالبدايه وطريقه التسكيره المضبوطه اللي سواها المدرب اعتقد نجح فيها، ما قدر يتداركها الجيم الثاني لسبب لان نجوميه نادي الكويت دشت خلاص يعني انا لابد اني انا الاحق على في فرق شويه طبعا من نجوميه وتجهيز نادي الكويت افضل ما نختلف، لكن شطاره العربي نطلعوها بالتعادل وهذه تحسب لهم. لكن اذا تكلمنا على الفروقات واضحه، في فروقات فرديه بالفريق الكويتي على العربي، لكن مباراه جميله شفناها وهذه يعني ستيب باي ستيب اللي قاعد تسوي العربي بكل مباراه، هذا شيء ايجابي حق المدرب وحق الفريق. نتمنى انه يحلو مثل ما انا الان قاعد يحلو الدوري في تشابك الثلاث او اربع الفرق في النتائج في النقاط، وهذا اللي مطلوب وهذا اللي نتمناه يعني. احمد صراحه اول شيء مثل ما ختم الكابتن بدر اتفقنا اوكي ان والله انا شوف ما في اختلاف لا انا ما انت لا والله انا يعني امون على المجموعه حبيبي صراحه يعني طبعا الكابتن مصعب الكندلي مقدم موسم جميل وهذا لا غبار عليه وانا احييه. اليوم انا شفت عبد الحميد القلاف يعني بديت اشوفه عبد الحميد اللي قبل موسمين مستواه طبعا بعد الاصابه وانا عارف الاسباب يعني انت لما تجيك اصابه الرباط الصليبي وتحتاج وقت على اساس ترجع وانا اشوفه اليوم قدم يعني مباراه جدا كبيره. ناصر الشطي انا اشكره جدا مع ميثم رغم اللي صار قبل يومين في اجتماع مجلس الاداره والظروف اشكر جميع اللاعبين قدموا مباراه يعني نوعا ما انا شفته في الشوط الاول كبيره جدا نفس ما قال اخوي العود ابو محمد. شفنا العربي ينقل، شفنا انا مع ذلك متحفظ لان انا كان نادي الكويت يمكن ما كان جاهز ماني قايل نفسيا يمكن ما كان ذهنيا اللاعبين ما كانوا بالشوط الاول حتى الدارين خذوا باول ربع ساعه ولا ثلث ساعه. انا حسيت انه اذا استمر نادي الكويت في الشوط الثاني على نفس هذا المستوى راح يخسر المباراه، لكن تدارك افتكر الجهاز الاداري والفني يعني افتكر
انا متاكد ان ابو خالد بين الشوطين مسك لاعبينه لانه شافهم ما كانوا مشتتين. نادي الكويت في الشوط الاول ما كانوا منظمين، نادي العربي كان انظم، كان يضغط من الاطراف، حتى الهدف كان هدف العربي جميل. الدفاع ايضا ما كان مراقبته سليمه للشرميطي. النادي الكويت نزل في الشوط الثاني، وضحت امكانيات لاعبينه كبار فكر في الملعب، يتناقلون الكره يعني بتكتيك كان عالي، جاء هدف كان ممكن يجي اكثر من هدف. انا بالنسبه لي ان مباراه اليوم كانت ثقيله، ثقيله خارج الملعب وثقيله داخل الملعب. خارج الملعب تواجد الجمهور، الاشياء اللي صارت، الوضع يعني فريق نادي الكويت. انا اشوف الحين الدوري ما ادري، تونا احنا نتناقش يمكن تحت الهواء ان المستفيد يمكن نادي القادسيه اكثر. نادي القادسيه اذا باكر فاز والنصر، والنصر راح تكون لهم خطوه للامام، ايضا العربي خطوه للامام، الكويت. انا احس ان الدوري صار دوري حقيقي بصراحه. ومحمد يمكن بعد كله، بس انا اعتقد اصابه الشربيطي اثرت على الفريق وايد. نعم وايد، لان اليوم الشربيطي كان بقمه مستوى. جمال، انا اشوف ماهر مثل ما اذكر الاخوان، البدايه نادي العربي هو فاجئ نادي الكويت، يعني ضغط على حامل الكره وسكر المساحات اللي عنده. اليوم النادي العربي بالاخص المدرب لعب اتوقع اللي هو حسين الموسوي ويا الشرميطي، قاموا ويا حصني، قاموا بادوار دفاعيه بالسابق ما قلنا نشوفها. اليوم شفناهم ادوار دفاعيه 18 قاعد يردون يلعبون، يعني يبون المباراه من البدايه. الشوط الثاني نادي الكويت تدارك الوضع، قدروا هم نادي الكويت اللي يسيطر على المباراه، مسك نقاط القوه اللي عند النادي العربي. الشطي حاول يتدارك الامور من نادي الكويت. الناس الحين قاعد اشوف الكابتن محمد يقول رجع، لا بالعكس، هو تبديلاته حتى كانت هجوميه بس ما قدر يسيطر. نادي الكويت ضغط من البدايه، تبديلاته نزل عبد الرحمن باني، نزل حمد العنزي مهاجمين، يبي يهاجم يحاول يهاجم السليمي، والسليمي يحاول يهاجم بس ما قدر. نادي الكويت ضغط. نادي الكويت احنا قبل بالسابق عندهم قوه ضاربه، كانت صوب اليسار فهد عوض وليد علي، الحين عندهم قوه ضاربه ما شاء الله صوب اليمين اللي هو الصانع وفهد العنزي. يعني اتوقع نادي الكويت اذا تم بهذا ما يشوف شر ان شاء الله يرجع الكابتن فهد العنزي. نعم بالشوط الثاني نادي الكويت لعب مباراه كبيره، سكر مساحات وعرف شلون ياخذ المباراه. واحنا نقول احنا اليوم كجماهير او كمشاهدين للمباراه اليوم، انا بالاخص الشوط الاول شفنا مباراه جميله جميله جميله، والشوط الثاني اول ربع ساعه بعدين شفنا بس استحواذ من نادي الكويت. لاول مره اشوف من نادي الكويت جمعه سعيد يبي المباراه، اول مره اشوف جمعه سعيد يلعب جديه اللاعب. ونادي العربي نفس ما ذكرت لك موسوي محمد راشد اليوم ايضا كان دور كبير بالمباراه. مشاهد في ارد على بس على خالد، شوف تغييراتنا احنا عربي ما كانت ايجابيه، تغييرات نادي الكويت كانت ايجابيه. قد يكون الوقت ما اسعف اللاعبين بالتبديل، يعني اللاعب لما يبلش ملعب يبي على 10 دقائق ربع ساعه على ما يدش في جو المباراه. انا اعتقد الوقت ما اسعف، خاصه يمكن عبد الرحمن باني صار له فتره يعني مو لاعب. انا اعتقد هذه اليوم لازم نشيد ايضا بدفاع الفريق ككل صراحه. اليوم في دفاع النادي العربي قدم مباراه جيده، يعني قطعوا كثير من الكرات الخطره، يعني صراحة هذه النقطة تحسنت خلال المباراة. نقطة أخيرة بس كل واحد 10 نقطات ماجد ما تكلم ماجد محمد راشد نمشي بعد محمد راشد اليوم لقطة نادي الكويت ثلاثة على محمد راشد قدر انه شلون ياخذ الكرة بس. انا يمكن شفت شوط كامل، خلي عادل يعلق على المباراة. الشوط الثاني، الشوط الأول انا خالف الاخوان، اول ربع ساعة يمكن ما شفت مصعب الكندري، اول ربع ساعة اتكلم بالشوط الأول، او اخطر هجمة المرتدة اللي يمكن اخطا فيها فهد الهاجري، وبعدها عاد سيطر العربي. وبعد الدقيقه 15 سيطر العربي الى الدقيقه 40 الملاحظ قدم واضع فرص، ولكن الملاحظ العربي اخر خمس دقائق مدربين للامانه في لاعبين خبره، حتى المدرب في لاعبين خبره داخل الملعب، مستحيل ان يتعرض لثلاث اهداف محققه واربع اهداف في الوقت بدل ضائع من الشوط الاول. اضاع الكويت يمكن هدف هدفين وثلاثه، كانت الكره ما توصل 18، مستحيل انت فريق نفس العربي في لاعبين استحواذ على الكره تعطيل لعب اقدر بخبرتي اخذ فاولات.
لكن للأمانة استغربت فريق نفس العربي تعرض الخمس دقائق للأمانة ما شفتها من سنوات على العربي بالذات. زين المباراة كانت مفتوحة ما الشوط الأول أتكلم، الشوط الثاني قلت لك كلفنا هاني مهمة ثانية. لا فرحان الشوط الأول الشوط الأول أول ربع ساعة شفته كامل خمس دقائق كله مضغوط. أبشيد ربع ساعة أبشيد عمار بلو أو عبد الله بلوش للأمانة العربي اللاعب للأمانة عبد الله الباكي قدم للأمانة في لاعب ينقسم التوقيت مرات الدافع توقيت متى تطلع متى حتى الرحيل شفناه ضايق بكذا لعبة لاعب صغير ولاعب ناشئ صح تمنى له التوفيق للأمانة واسمه أصلا اسمه يعطي روح عادل عادل قبل ما تقول رأيك عندي بعض التغريدات الله التغريدات لا ما يمدي لا ما يمدي هني أسعد مندني يقول تعادل مع العربي اليوم خسارة العميد ولكن احنا كلنا ثقة بالأبطال انهم يكملون مشوار رباعية لهذا الموسم نشكر جماهير العميد على حضورهم فيصل الحمادي يقول شنو ما ادري ايش تقول فيصل الحمادي لحظة شباب لو تختصرون التغريدة عشان الوقت بس سعد الأنصار يقول أتوقع من الصعوبة قراءة تغريدتي برنامجكم مو محايدي وشنو التغريدة اللي قلتوها والله مو شوفوا شوفوا وين أقراها وين أقراها أنتوا حسبالكم يعني أنا لازم أقرأ كل التغريدات يا أخوان اللي تابعون 11,000 وإذا حلقة ما حد يشاهدها ما حيدز بدزولنا 100 100 شلون بقراها يا أخوان وبعدين هذا اتهام حاسبكم عليه الله سبحانه وتعالى مو بحيادية مو بحيادية أنا أتفق وياك إحنا مو محايدين يا أخي قول لي دليل عطني دليل لا ترمي التهم جزافا يعني عموما الله يسامحك الله يسامحك خلنا أسمع من عادل عادل المباراة شلون كانت وفي شغلة مهمة عادل أبيك تعلق لي عليها صار في مشكلة أعتقد مع العزيز عبد العزيز مطوع اعترض أنه ما طلعته الكرة أو شغلة صارت أكثر من حالة العربي ما طلع الكرة والكويت ما طلع الكرة السؤال هو إجباري إذا طاح لاعب إني أطلع الكرة؟ شوف مشاهد أول شيء كده 14 و15 أعتقد على المقصيد لاعب العربي طايح ما طلعها وهذا حق مشروع له يعني كان قريب عند الجول أيضا أنا خسران 1-0 وقريب عند الجول يعني فهد العنزي اللي عرضها مسكها حمد القلاف بيده يعني مش طبيعي ما راح نقول أنا إحنا ما بروح نقول نطلع أول شيء اللاعب مو مثلا بحالة حرجة حتى تقول لا كرة القدم صوب وحالة اللاعب صوب ما راح نكون مثاليين أكثر ما راح أقول لك أنا والله أبو شهد والله اللاعب ما طلعها حتى نحطها على اللاعب لا حتى إحنا ما نبي نطلعها أنا خسران 1-0 واللاعب قام أصلا ما في شيء فالأخ عبد العزيز مطوع مع احترام الشديد له يعني تكلم مع محمد عبد الله أعتقد يعني بحدة يمكن قال كلمة ما أدري أنا بصراحة ما أسمع لأن الحكم الرابع أقرب من الجهاز الإداري والفني المطوع يمكن قال كلمة يعني وسمع الحكم الرابع وبلغ عليه محمود فيها طيب المباراة أول شيء مشاهد يعني هم واحد يكون منصف يعني إحنا في ظل خلينا نقول مشاكل اللي صارت بين الجهاز الإداري والجهاز الإداري الكويت والجهاز الإداري العربي ما رحنا سلمنا على بعض لكن أحرجنا ميثم الشطي وناصر الشطي أحرجونا هم جو مكاننا وسلموا عليه انتم ما سلمتوا على بعض لان انا اقول لك بكل امانه ابو شهد يعني احنا ان شاء الله داخل قلب والله ما في شيء بس انت تدرون في مشكله فاحنا ما شكراً رحنا شكرا على على, على موضوعيتك انك قلتها انا اقول لك ابو شهد احنا ما رحنا ولا هم راح وقعدنا صراحه احنا واقفين عند تسخين لاعبين وهم واقفين عند تسخين لاعبينهم فميثم الشطي وناصر الشطي يعني هذه امانه وهم جو وسلموا علينا بعد المباراه كنا احنا بنروح وهم جونا يعني فعلا مو بس مدرب مو بس يكون فني لكن مدرب اخلاقي طبعا. وهذا الشيء يعني لابد اني اذكره ما هو مجبور اني اذكره ولكن هذه كلمه حق لازم اذكرها مباراه انا اقول لك الجيم الاول احنا ضعنا ولكن العربي كان افضل تنظيميا قال لك جمال نص الملعب احنا بكل امانه باستثناء الخبيزي الجيم الاول يعني ما فهد لا بريتشي ولا كمارا كان في مستواه وهم نجوم كبار الجيم الثاني لا تغير الوضع كلهم كانوا في مستواهم الجيم الأول نص الملعب مهم أيضا في نقطة فنية كبيرة الجيم الأول فراس وجمعة كان على خط واحد كان كيتا اللي ضايق خبيزي كان يترك مكانه ويعطي مساحات وراء حتى يضغط على كيتا هذا ما كان دور خبيزي ولكن لروح خبيزي ولجهده كان يعمل هذا الشيء كانت الخبيزي عنده مهمة أخرى أصلا لكن بكل أمانة فراس وجمعة تكتيكيا الجيم الأول تكتيكيا ما فادوا الفريق تكتيكيا الجيم الثاني تغيرت الأمور يمكن رغبة الفوز يعني الوضع للجيم الأول صراحة ما يعني مو ما عجبنا ما عجب اللاعبين قبلنا بكل أمانة لكن شفنا جمعة هذا جمعة سعيد يلعب وروح يقاتل يحط جول يأخذ الكرة يبي جول ثاني وثالث شفنا بريتشي برفعاته شفنا كمارة بشوته شفنا حتى يعني خلينا نقول خبيزي من بداية المباراة أنا أشوفه توقعت المباراة يكون فيها
شد تاثيرا للاحداث اللي صارت؟ لا 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 ما اتكلم عن احداث الاداريين، لا 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 احداث النقاط. لا 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 مشاهد، احنا بكل امانه قال لك بدأ بدايه الحلقه ثلاث نقاط كانت مو النادي الكويت خذاها العربي وخذينا كاس العهد. اتكلم عن الاداء، الاداء إيه؟ لا خذينا كاس العهد، خذينا كاس الامير. مشاهد ما ولا شوف بقول لك شيء حتى يعني ما نحط اعذار، يوم الاحد الله يوفقنا ان شاء الله، لكن لا سمح الله ان صار شيء ما راح نقول ثلاث نقاط. يعني احنا شنو دورنا؟ اتكلم عن التركيز، اتكلم عن التركيز. لا لا مشاهد بالعكس، لا 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 احنا كنا فندق يومين وجبات نعم معسكر يومين اكل نوم، كنا محافظين على اللاعبين يعني سوينا علينا واكثر. الجيم الاول مو هذا مستوى اللاعبين، مو فنيا تكتيكيا اوقات مشاهد لاعب. يعني اعطيك مثال، وقلت للاعبين ترى قبل المباراه على لاعب يوفنتوس اللاعب منتخب صربيا اعتقد اسمه مازوكوفيتش يلعب طرف شمال مازوكوفيتش وهو مهاجم راس حربه، لعب طرف شمال امام منه اعظم فريق بالعالم، كان يقطع الكور داخل 18 يوفنتوس وكان تلقاه داخل 18 برشلونه. يعني المساله مو انك تلعب في كره تلعب مع الكره، انا احتاج لاعب اوقات يلعب من غير كره تكتيكيا. احنا الجيم الاول ما كنا زينين، الجيم الثاني بفضل الله عز وجل وثم فضل اللاعبين الابطال اللي حسوا بالمسؤوليه. وايضا مشاهد ما انسى دور صراحه الجمهور، يعني اليوم جمهورنا كل مباراه يعني لك اليوم بالذات الجمهور من احنا خسرانين يشجع، ترى اليوم شغله هذه ايجابيه للفريق واحنا خسرانين كان يشجع، وكان ايضا في كثافه من جمهور العربي والكويت، هذا ساعد ان اللاعبين يبدعون. وعندي شغله مشاهده اخيره ما ادري انا ما انا شفتها بالاعاده بس ماني متاكد، انا اعتقد ان هدف الشرميطي مشكوك بصحته، اعتقد في اوفسايد. في احد عنده يعني تعليق على هذا؟ يعني ما اقدر، انا عندي فكره. لا انا عندي تعليق على كلمه انت قلتها. تفضل. ما اقدر الزم مشاهد تفضل. عن بالنسبه للاصابات وقلت لي الحكم نو شنو بس عندي تساؤلي اي اي شوف انا قاعد اتابع الدوري الكويتي حتى في دورياتها اغلب الاصابات 70% من الاصابات كلها تحاين صح والله العظيم، وقاعد تضيع حلاوه المباريات. صح في اصابات، انا اقول لك الحكم هو يقرر ويشوف اذا كانت الاصابه بريقه هو يوقف اللعب. صح. ولكن اليوم انا هاجم على منفرد بالجول يقول نفسه يجي لها بخله بختين يقوم تقول لي هذه اصابه، هذا مو اصابه ما كانت موجوده عندنا بالسابق. انا قصدي قاعد تشوفها الحين، انا قصدي ما في باس اذا طاح لاعب وانت تبي تطلع الكره، بس لا تحاسبني اذا ما طلعت الكره. مو صح هذا اللي يعني هي عمليه بونص، يعني اذا انا بطلع الكره يكثر خيري، ماني مطلع لا تحاسبني كنا اجباري. عموما انا وصلت الختام، بس خلونا لو سمحت كنترول تعطونا بس جدول الفرق الان، فرق المقدمه هذا بعد تعديل النقاط. لا قبل، هذا قبل تعديل النقاط، هذا قبل تعديل النقاط اللي من الكويت العربي. الان يعني هذا 45 لكن بعد تعديل النقاط 42 القادسية 40 النصر 38 العربي 40 كاظمة 33 السالمية. بس كاظمة عفوا العربي من 20 مش من 20 الكويت 19 القادسية 19 النصر 18 بس 20 قصر مباراة لا الريال الريال ما في مجال للريال، اعطاك بالبدايه تحليل. لا لان داق علي واحد شو يقول؟ قول عشان اي والله هو ظريف العوضي اخ صديق زين يقول اعلنت الان اني انا ما راح اشجع برشلونه وراح اشجع اعلن بطلع خلاص اعلن اي وقال خلاص بنفس الوقت عشاء لمده اسبوع الديوانيه علي راح يقول اعلن هو على كابل المسج عنده هو شنو قال؟ خاف شد يقول ايش انا قلنا له بس انا امريكي ارض حق برشلونه وشجع الريال الحين لان نبي فريق اسباني بالدول الاربعه يرشح لنا مدرب برشلونه عطني اسم يلا صح صح عطني اسم عطني اي انت الحين تبي واحد يدرب برشلونه مش محمد ابراهيم سلام عليكم سلام عليكم